هنبتدي دلوقتي إن شاء الله المحاضرة بتاعة النهاردة، اللي هي هتبقى عبارة عن موضوعين، الموضوعين صغيرين شوية، فقررنا إن إحنا ندمجهم في محاضرة واحدة، وإن شاء الله ما تبقاش محاضرة طويلة. هناخد ديزاين الهنجز اللي هما السبورت بتاعته، اللي إحنا عدوا علينا في الفريمز وعدوا علينا في كذا حاجة، برضو موجودين في البوليجون، موجودين في الأرشيتكتشر. وفي النص التاني من المحاضرة هناخد حساب الويند إفكت. موضوعين مختلفين يعني، أو منفصلين عن بعض، ولكن هما صغيرين، هما كل واحد منهم موضوع صغير إن شاء الله. طيب مقصود ايه بالهنجز بتاعتنا هنا؟ هي الريال سبورت اللي انت المفروض اشتغلت عليها، او يعني عارفها وعملتها ورسمتها في الفريمز، السبورت بتاع في الفريمز عند رجل الفريم من تحت، عملت ريال هنج بالذات لما كان تو هنج فريم طبعا مش الفيكس. وبعدين خدنا مع بعض الريديال فريم، وبرده كان في نفس الريال هنج بتاعتي اللي انت فعلا بتحطها في حسابات الاستراكشر بتاعتك كانها سبورت صريح هنجد او رولر على حسب السيستم بتاعك، وبتبقى غالبا هنجد يعني، الا في الريديال فريم كان عندنا واحده رولر فوق، واكيد عارفين الكلام ده. في البوليجون برضو فصلنا الاستراكشر اللي فوق عن الامدان بتاعته، وقلنا ان ده لسهوله الحل ليس الا، انما في التنفيذ ممكن جدا لو بعد كده انت عايز تعمل كل استراكشر يونت واحده اوكي، ولكن لسهوله الحل فصلنا الاستراكشر اللي فوق اللي هو التغطيه كبوليجون او ارش جردر عن الاعمده بتاعتها برضو بريال هنجز، وعرفنا ان في منهم تبقى هنجز وفي منهم رولر، هنشوف الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. فالفكرة إن الهنج دي عدت علينا خلاص دلوقتي as a system، ولازم بقى جه الوقت إن إحنا نفهم هي بتتعمل إزاي بالظبط وإيه الديزاين بتاعها، لأن ممكن جدا أطلب منك كمان تعمل ديزاين الهنج زائد ديزاين الفريم اللي أنت عارفه. فتعال نشوف الكلام ده مع بعض. دي اللاي أوت بتاع المحاضرة اللي هنتكلم فيها النهاردة، فتعال بسرعة كده نشوف مقصود إيه، قصدي بسبورت أو بهنج. لما اجي بقول لك انواع السبورت بتاعتي، في عندي فيكسد سبورت، في عندي هنجد سبورت، في عندي رولر سبورت، في حاجه تانية بنزودها علينا دلوقتي بس هي مش سبورت، هي جوينت اللي هي بنسميها الانترميديت هنج، ودي بنضيفها للتصنيف اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي هو تصنيف الجوينتس. يعني هي مش سبورت فقط، هي سبورت اند جوينت زي ما هي مكتوب قدامك كده. فعندي ثلاث انواع السبورتس اللي انا عارفها من زمان موجوده معايا، بالاضافه للانترميديت هنج اللي انا برضو عارفها من ايام زمان لما خدتها في الاستراكشر، برضو هصنفها نفس التصنيف بتاعنا. طيب الفيكسد سبورت دي يعني العمود فيكسد في القاعده بتاعته او في السبورت بتاعه وات ايفر كان نوعه ايه، وبالتالي ده لازم عشان يحصل الفيكسيشن ده هيكون بطريق حاجتين، ان الخرسانه متصله وان الحديد متصل، الاتصال الكافي لنقل العزوم تماما او لنقل المومنت بالكامل. فمعنى كده ان لازم ده الشكل يكون بتاع الفيكسد سبورت، ان يكون الخرسانه متصله ببعض، طبعا اكيد في فاصل صلب بين القواعد وبين اي اعمده، ولكن الخرسانه لامسه في بعض، والحديد لازم يكون متصل اتصال كامل واتصال يكفي لنقل العزوم اللي هو اتصال بالال دي على الاقل، طبعا المفروض الكلام ده عارفينه من الاول. فبالتالي الفيكسد سبورت هو بالتالي عمود مصبوب على القاعده بتاعته عادي جدا زي ما انت بتشوف، او زي لو نزلت تنفيذ او حاجه، زي اي عمود في الدنيا بتاعت عمارات بتاعت اي ستراكشرز عاديه. فده اوت اوف اور سكوب شويه النهارده، ان الفيكسد سبورت مش انكلودد في ديزاين الهنج بتاعتنا او الريال هنج اللي احنا عايزين نقولها. ايه بقى ديزاين الهنج سبورت بتاعتنا او الريال هنج اللي احنا عايزين نقولها، اللي هي كانت يا اما هنج سبورت يا اما رولر سبورت، عدت علينا في الفريمز وعدت علينا في الريديال فريم وعدت علينا في البوليجون، ده الشكل بتاعها، وده الشكل اللي انت رسمته فعلا في الفريمز. لما درست الفريمز ودرست البوليجون والكلام ده رسمنا الشكل ده، هو ده اللي احنا هنركز فيه كله محاضرتنا. طيب الشكل ده احنا لما رسمناه عملنا كده بالظبط، كان العمود بتاع الفريم بتاعي نازل على عرض اقل شويه، لو كان العمود بتاع الفريم فوق بيبقى تي غالبا بناخده تحت اراوند تي على 2، وفصلنا فصل صريح عن القاعده، الفصل الصريح ده كان هوا يعني الخرسانه غير متصله اطلاقا، وحطينا كده عملنا سواده كده، سودنا الجزء ده بحوالي عرض تقريبا يعني المفروض يكون يتقال لك في محاضرات الفريمز اراوند تلت عرض العمود من تحت، سودناه كده وقلنا ده حاجه اسمها نيو بريم بليت، هي دي البيرنج بتاعتي او هي دي السبورت دي، بن ليها اسباب كتير، نيو بريمبليت بليت بيرنج، ليها اسباب كتير، المهم ان هي اللي بتحقق لي الارتكاز بتاع العمود بتاعي على القاعده. نفس الشكل بالظبط في الريال سبورت، هو هو تماما، ولكن هنلاحظ الفرق الواضح جدا لعينينا بين الرولر سبورت وبين الهنج سبورت، هو زي ما يكون حاجه راسيه كده وهي في الحقيقه سيخ تسليح او اسيخ تسليح راسيه. هنشوف كمان شويه ازاي بتعملي الفرق بين الهنج والرولر. الانترميديت هنج برضو تدخل معانا في التصنيف اللي هنتكلم فيه النهارده، وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. في عندنا مبدئيا كده ثلاث انواع جنرال كده لما نيجي نصنف الهنجز او الريال سبورتس.
بنقول اول نوع اللي هو بنسميه تايب ايه، هو عندي العمود نازل مفصول فصل صريح عن السبورت بتاعه او عن القاعده بتاعته. الفصل الصريح ده بنعمله عن طريق ايه؟ فصل كامل في الخرسانه، وزائد بنحط هنا البيرنج بتاعي او النيوبريم بليت او الليد بليت زي ما قلنا ليها كذا تسميه. ادي اول تايب. تايب بي هو بالظبط زي تايب ايه، ولكن مش بنعمل اسياخ راسيه للربط، بنعمل كروس بارز للربط بتاعي زي ما باين قدامك في الرسم كده. هنا في عندي اسياخ راسيه بنسميها دولز، وهنشوف الفانكشن بتاعتها او الوظيفه بتاعتها كمان شويه. بنستبدل هنا الدولز باكس بارز او كروس بارز بهذا المنظر. طب دي هتفيد بايه؟ هنشوف برضو كمان شويه لما نيجي نتكلم عن تايب بي، هنشوف ايه الميزه او ايه الزياده اللي بتقدمها لي كروس بارز عن الدولز العاديه اللي هي فيرتيكال بار فقط. في تايب سي وهو اكثرهم تعقيدا شويه، بيكون اسياخ مش سيخ واحد او مش صف اسياخ واحد زي الدولز، بتكون اسياخ اكثر عدد في العدد، وبتكون هيليكالي يعني كونكتد هيليكالي، او فيها زي ما يقول كده سبايرال، كان سبايرال رينفورسمنت كده موجوده بحيث انها بتربط الاسياخ دي ببعض. يعني كان انا بالظبط خلقت شورت كولوم عندي في الجزء اللي هو متصل بين العمود وبين السبورت بتاعه، وهنا الخرسانه متصله طبعا. يعني هنا مفيش فصل في الخرسانه، في اتصال في الخرسانه، وكمان في اتصال واضح في الحديد، مش باسياخ بسيطه لا باسياخ كبيره، وكمان محمول لها كان سبايرال. طبعا دي بتبقى ليها استخدام خاص شويه. طيب ايه هو الغالب استخدامه او هو الدارج استخدامه اكتر؟ في السبورتس العاديه بتاعت اي فريم، هتلاقي معظم السبورتس بتتعمل تايب ايه لما يكون هنج فريم. تايب بي غالبا بتتعمل في انترميديت هنج، بيكون تايب بي، وهنشوف دي ليه تاثيرها او ليه بنقول تايب بي يعني موجود في الانترميديت هنج مش في السبورت. تايب سي ما بتتعملش غير في الاحمال العاليه قوي، يعني لما انا اكون عندي حمل عالي جدا، حمل راسي عالي قوي على السبورت بتاعي، غالبا بعمل تايب سي، لان تايب سي دي بتعمل لي بتخلق لي هنا شورت كولوم، الكاباسيتي بتاعته في تحمل الاكسل فورس بتبقى عاليه قوي نتيجه الاسياخ اللي انا حاططها والهيليكال سبايرال رينفورسمنت اللي انا حاططها، فبالتالي بتعلي لي الكاباسيتي اندر فيرتيكال لود، وبالتالي بستخدمها بس لما اكون احمال عاليه. فكل الفريمز اللي احنا بنشتغل فيها في الترميتا احمالها ما تعتبرش عاليه على فكره خالص، انما انا لو عندي بقى مالتي ستوري فريم ونزل على سبورت، ساعتها ممكن اكون مجمع الاحمال من كذا دور، ويبقى ساعتها الرياكشن اللي جاي على السبورت ده عالي قوي، يمكن احتاج اعمل له تايب سي، ولكن احنا يمكن مش هنمر بيها خالص تايب سي، لانها زي ما باين هنا من الشكل بتاعها هي معقده عن تايب اي وبي بكتير، ومحتياجها برضو مش هنحتاجه احنا، احتياجها لازم هيكون احمال عاليه. فاحنا اللي بنتغير فيه النهارده او اللي بنتكلم فيه النهارده بنركز عليه واللي هنحتاجه في شغلنا على الاقل الترم ده تايب اي اند تايب بي. تايب بي غالبا بنستخدمها الكروس بارز دي لما يكون عندي شير عالي على الجوينت او على السبورت، وبالتالي الدول بار ده مش هيكفي او هحتاج عدد كبير منه. يبقى تايب بي غالبا بستخدمها في اماكن الشير العالي. طيب ايه اللي هيخلي عشان كده تايب بي موجوده يمكن في الانترميديت هنج انما السبورتس غالبا تايب ايه؟ لان السبورت بتاع الفريم غالبا هيكون الشير عليه مش عالي. الرياكشن هنا هيكون الشير اللي على العمود بتاع السبورت او العمود بتاع الفريم يعني، هيكون هو الشير اللي بتاع الاكس بتاعت الفريم، ودي بتكون رقم مش كبير غالبا. فغالبا سبورتس الفريمز هتكون الشير بتاعها مش عالي ويكفيها جدا تايب اي. ولكن لو بتعمل انترميديت هنج او بتعمل 3 هنج فريم او حاجه زي كده، هتلاقي هنا الشير عالي شويه. طبعا مش شرط ان يكون الحاله دي الشير عالي، لان انا هنا بتكلم في انترميديت هنج مثلا في نص السبان، فغالبا الشير هنا مش عالي خالص. لا بس انا بتكلم ان الانترميديت هنج دي ممكن تجيلك في اي مكان، في كاميرا او في عنصر افقي في الفريم، ساعتها هيكون الشير عالي. فوارد جدا ان الانترميديت هنج تكون انت حاططها في مكان الشير فيه قد يكون عالي، وبالتالي تحتاج لها كروس بارز، لان ساعتها الدول هتكون كتير قوي مش هتكفيك في الديزاين. وتعال نشوف الكلام ده بالتفاصيل دلوقتي. ده شكل البيرنجز كده سريعا، وزي ما بقول لك هي فعلا بتكون ليد بليت او مصنوعه من ماتيريالز مختلفه، بتكون ميتالز غالبا، بتكون عباره عن الماتيريال الرئيسيه اللي هي اللي انا شايفها الغامقه دي، بتكون مطاط مقوج، مطاط قوي جدا ومقوى زي كاوتش العربيات كده بس كاوتش قوي طبعا، ومقوى من جوه بالواح من الستيل او الواح رينفورسمنت اهي اللي هي شكلها فاتح شويه جوه، دي الواح من الستيل، فهو مطاط مقوى مدفون جواه الواح من الستيل، فبالتالي هي ليها سترينث عالي وتقدر تشيل الاحمال بكفاءه ما فيش فيها اي مشكله. ودي اشكال مختلفه انواع البيرنجز بتاعتي او النيوبريم بليت بتاعي، دي واحده معموله مثلا لستيل ستراكشر تقيل واضح بهذا المنظر، ودي برضو معموله ضخمه جدا، في عندك هنا واضح ان زي سبورت الستيل ستراكشر تقيل جدا او ضخم جدا، ده واضح ان هو كوبري،
وهنا السبورت بتاعه زي ما انت شايف كبير جدا. النيوبريم بليت بتاعي هو ده طبعا ضخم جدا، هي ليها انواع، ليها احجام وانواع مختلفه، وبتجيلي حسب الطلب جاهزه بتركب مكانها على طول، وليها تيست مختلف بيتعمل عليها مختلف انواع التيست عشان نتاكد ان البيرنج دي تقدر تستحمل الاحمال اللي جايه عليها. لو رجعنا كده ادي هنا النيوبريم بليت اللي انا بشاور عليها اللي محطوطه في النص اللي فصلت بين العمود وبين القاعده، هو ده الشكل بتاعها، بيكون غالبا مستطيله الشكل من المطاط المقوى وجواها الواح تسليح بيخليها مقوى اكتر بكتير. تمام، وده شكل برضو كروس سكشن مقطوع فيها تاني. طب النيوبريم بليت او البيرنج دي ازاي بتحقق لي الغرض اللي انا عايزه؟ اهم حاجه نتكلم فيها بقى كبيهيفير، بتدي يشتغل ازاي. انا دلوقتي لما اجي اقول لك هنج، تعالى نتكلم نرجع كده ثانيه ونتكلم على الهنج والرولر دول. الهنج دي ممنوع فيها اي حركه ومسموح فيها اي حركه؟ بسألك دلوقتي ومحتاجين نتكلم مع بعض كده نتفاعل مع بعض، انا هنا مانع اني اتجاهات الحركه وسامح بايه؟ معناها اكس وواي وسامح بالروتيشن. مانع الحركه اكس واي وسامح بالروتيشن، مظبوط، برافو. هنا مانع ايه وسامح ايه؟ مانع واي بس. مانع واي بس وسامح بالحركه في اتجاه اكس وسامح بالروتيشن اكيد زي الهنج. يعني نظريا العمود ده ممكن يتحرك افقيا فوق القاعده. طبعا الحركه مش هتكون حركه لدرجه العمود يمشي من مكانه كده، يبقى دخلنا في نوع من انواع الانستابيليتي، ولكن انا قصدي ان هو حركه نسبيه بسيطه جدا للعمود فوق القاعده ممكنه ما دام هو رولر، او مسموح بيها ما دام هو رولر. حركه افقيه نسبيه بين العمود والقاعده هنا غير مسموح بيها عشان هو هنج. ويمكن هنا بقى ظهر الفرق بقى، ان انا عشان اضمن ان مفيش حركه افقيه تحصل تماما حطيت السيخ الرأسي ده. تمام؟ وفي الحالتين انا سامح بالروتيشن. تعالى بقى نحققه ازاي، او النيوتن بليت بتاعي او البيرنج بتاعي بيتحققه ازاي. زي ما قلت لك من شويه هي مطاط، مطاط مقوى، ولكن المطاط ده ماده كومبريسبل، وماده لو انت ضغطت عليها بالاحمال المناسبه ليها طبعا هيحصل فيها ديفورميشن او هيحصل فيها سترين او حركه. فبالتالي عشان هو ماده مطاطيه، صحيح مقوى ولكن مطاطيه، لو انت خدت الماتيريال دي زي ما هي كده، او النيوبريم بليت او البيرنج دي زي ما هي، واديت لها فرصه افقيه عاليه قوي في الاتجاه الافقي من فوق من هنا عند التقائها مع العمود، ايه اللي هيحصل؟ عشان هي ماده مطاطيه قابله للانضغاط نوعا ما، هتلاقي ان حصل فيها الحركه او الديفورميشن اكس ده، يعني ده الشكل اللي كان قبل وجود اي احمال عليها. لو انت اثرت عليها باحمال افقيه عاليه قوي من فوق هتلاقي انها عملت لك الديفورميشن ده. طيب مقدار اكس ده يعتبر ايه؟ لو انت حصل لك الديسبليسمنت الافقي اكس ده، يبقى انت كده السبورت بتاعتك اللي هي اللي انت مصممها اللي نازله على النيوبريم بليت ده او على البيرنج ده تعتبر هنج ولا رولر دلوقتي؟ نسمع اراء الناس كده. انت كان عندك النيوبريم بليت ده او البيرنج دي، البيرنج دي عباره عن كلها الواح من الستيل رينفورسمنت جواها، ولكن غير متصله ببعضها الالواح دي، كل لوح فوق التاني بشويه زي ما انت شايف هنا، وعشان الماتيريال المغلفان كلها مطاط، لما ضغطت بفرصه افقيه كبيره في الاتجاه الافقي حصلت الحركه اكس دي. مفيش حاجه تمنع الحركه اكس دلوقتي لان كل الالواح دي غير مرتبطه ببعض. ما دام حصلت الحركه اكس دي يبقى انا هنا سبورت ده بتاعي هنج ولا رولر؟ رولر. رولر طبعا، بالظبط. طيب لو انا حطيت دول بارز راسيه بهذا المنظر، الدول بارز دي اخترقت كل الستيل بليتس اللي جوه، اخترقتهم كلهم في مستوى راسي واحد، هل الحركه الاكس دي هتبقى ممكنه لما تيجي تدي فرصه افقيه قويه دلوقتي؟ هل هيحصل نفس الديستورشن ده والنيوبريم بليت او البيرنج دي هتميل الميل ده وهتعمل الديسبليسمنت اكس دي؟ هل ده ممكن مع وجود الدول بارز دي اللي هي هنا لو احنا شفنا لها منظر 3 دي، هل ده ممكن دلوقتي يحصل؟ لا بالتاكيد لا. يبقى لو انا حطيت الدول بارز دي يبقى انا حولت السبورت بتاعي من رولر لايه؟ لهنج. يبقى اساسي ان انا احط دول بارز عشان احقق الهنج سبورت، والدول بارز دي التصميم بتاعها بيكون دايما انها تشيل الفورس اللي جايه لي او الفورس اللي انا متوقع هتجي لي. يبقى الدول بارز دي لو هي كافيه ومش هتتكسر تحت تاثير الفرصه الافقيه اللي هتجي لي هتقدر تستحملها كويس، يبقى هي خلقت لي الهنج سبورت. طب الروتيشن اللي انا قلنا من شويه انه مسموح انه يحصل في الهنج والرولر هيحصل ازاي؟ هيحصل زي ما قلت لك من شويه، دي ماده رابر وكمبريسبل الى حد ما. لو انا عملت تحميل على السايد ده او على النقطه دي تحميل اكتر بكتير من النقطه دي، ايه اللي هيحصل؟ النقطه دي هتنضغط اكتر من النقطه دي،
هيحصل المنظر ده. لو النقطه دي انضغطت قوي والنقطه دي ما انضغطتش او انضغطت رقم اقل كتير، ايه اللي حصل للسطح العلوي للبيرنج بتاعتي؟ حصل فيه ميل. يبقى اذا السنتر لاين بتاع العمود بتاعي اللي هو كان دايما عمودي على السطح العلوي بتاع البيرنج، لما يحصل فيه ميل يبقى ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الروتيشن. يبقى انا كده حققت هنجد سبورت او رولر سبورت، الاثنين مسموح فيهم بالروتيشن. طب الروتيشن ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لما يجي عدم انتظام للتحميل، ان في عندي سايد عليه تحميل اكتر من السايد الثاني، هيحصل انضغاط من ناحيه اكتر من الناحيه الثانيه، السطح العلوي للبيرنج هيحصل فيه ميل، وبالتالي كده حصل الروتيشن اللي انا كنت عايزه يعني. واضحه؟ يبقى اذا المفتاح كله ان الماتيريال بتاعت النيوبرين دي او بتاعت البيرنج دي ماتيريال كومبريسبل او قابله للحركه او قابله للديفورميشن. لما بديها فرص افقيه بيحصل فيها ديفورميشن، لما بضغط عليها راسيا الضغط ضغط غير متساوي بيحصل فيها ديفورميشن برضو بهذا المنظر، وبالتالي هي بتقدر تحقق لي الحركات المسموح بيها، سواء حركه افقيه مسموح بيها او لا، سواء حركه راسيه مختلفه يعني غير نسبيه، وبالتالي تعمل لي الروتيشن المطلوب. كده واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب ندخل على الديزاين عشان اطلب مني، لما اجي اطلب منك تعمل لي ديزاين للهنج دي، ايه اللي المفروض بتعمله؟ بتعمل ثلاث حاجات، تعال نشوفهم بقى بالتفصيل الثلاث حاجات دول. بنعمل اول حاجه تشيك على البيرنج ستريس اللي هو نقطه التلامس بين العمود وبين البيرنج دي او بين الليد بليت دي. بنعمل ديزاين للجوينت رينفورسمنت اللي هو هنحطه لو احنا محتاج تبقى هنجد، ومش هحطه لو محتاج رولر. فبالتالي لو انا بصمم رولر سبورت يبقى خطوه 2 دي مش موجوده، انما لو هنجد سبورت يبقى موجود. ثالث خطوه ديزاين الستيربس بتاعت السبيتنج فورس اللي هتحصل، ولما نتكلم فيها هتعرف ان انت عارفها ولكن ما كنتش عارفها بالحسابات، دلوقتي هنعرفها بالحسابات. تعال نشوف كل حاجه منهم. لو انا عملت ثلاث خطوات دول يبقى انا خلاص عملت الديزاين بتاع الهنجد سبورت بتاعي. ده اكستراكت من الكود بالانجلش، تعال يعني ده هيبقى عندك فور ريفرنس بس تعال نسهله علينا كده علشان يعني كلام كتير، تعال نسهله علينا. ادي صار لي الشرط بتاع الكود لما يجي يقول لك تشيك على البيرنج ستريس، ايه اللي بيحصل؟ احنا هنا رسمنا لك الشكل مكبر شويه، ادي العمود بتاع الفريم، عرض العمود من تحت هنسميه تي 1 او هنسميه تي دلوقتي. التي دي اللي هي بتبقى غالبا نص التي بتاعت العمود الفريم من فوق، كنا زمان دايما او يعني مش زمان في اول الترم لما عرفنا التو هنجد فريم كنا بناخد التي بتاعت العمود من فوق زي التي بتاعت الجردر غالبا، وكنا بننزل العمود مسلوب كده هنشد وبيبقى السكنس بتاعه او العرض بتاع العمود من تحت تي على 2. هنا هنسميها تي على طول عشان ما نقعدش نقسم على 2 واحنا ما قدمناش البعد الثاني، فتعال نسمي على طول البعد العمود تحت عند التقائه بالقاعده وعند مكان وضع البيرنج بتاعي هنسميه تي. طيب انا بحط بيرنج بتاعتي او نيوبرين بلاي بتاعي اللي بحطها دي بتكون عرض اصغر كتير من عرض العمود. العرض الاصغر كتير ده بيكون كام؟ يعني امبيريكالي كده بناخدها تي على 3 يعني تلت عرض العمود. يعني العمود بتاعي لو نازل على عرض مثلا 75 سنتي 90 سنتي باخد تلته، بيكون هو ده النيوبرين بليت او البيرنج بتاعتي اللي انا بحطها. طب ليه انا بقلل العرض بتاع البيرنج عن عرض العمود؟ عشان الروتيشن يحصل بسهوله شويه. انا كل ما ازود عرض البيرنج دي كل ما بصعب حدوث الروتيشن. طب ايه المشكله لو انا بصعب الروتيشن اللي هيحصل فعلا مش هو الكافي اللي بيحصل في الحسابات؟ ما خلي بالك انت عشان تقول ان السبورت بتاعك زي ما انت عامل في الحسابات لازم تضمن السترينج اكشنز اللي انت او السترين اللي انت عاملها انها تتحقق، يعني اللي انت مانعه تضمن انه اتمنع فعلا، واللي انت سامح بيه تضمن انه حصل فعلا. لو اللي انت سامح بيه ما حصلش ما بقتش هي السبورت اللي انت فرضها في الحسابات، وبالتالي الرياكشنز هتتغير عن اللي انت مطلعها في الحسابات، وبالتالي توزيع السترينج اكشنز كلها والبندنج مومنتس والشير هيتغير عن اللي انت عامله في الحسابات. ده ممكن يوري لك في الاخر او يودي لك في الاخر ان السيستم تكون انسيف لان هي جه عليها مومنت اكتر من اللي انت مصمم عليه. يبقى انا حاجه مهمه جدا السبورت بتاعي لازم ابقى متاكد او ضامن ان الحاجات اللي انا سامح بيها هتحصل سواء حركه او روتيشن، والحاجات اللي انا مانعها مش هتحصل برضه سواء حركه او روتيشن. طيب انا عندي في الحسابات بتاعتي لما حطيته هنجد سبورت والمفروض عملت الحسابات بتاعتي بقى سواء بالايد او بالكمبيوتر هيطلع لي ان في روتيشن عند السبورت. الروتيشن ده اضمن ازاي انه يحصل؟ لازم بتاكد انه يحصل فعلا. ازاي؟ كل ما اقلل عرض البيرنج بتاعتي كل ما الروتيشن يكون سهل واضمن انه هيحصل. لان زي ما بقول لك المشكله ايه؟ لو عرض البيرنج بتاعي ده كبير
الروتيشن اللي هيحصل هيكون قليل، وبالتالي ممكن جدا ان الروتيشن اللي طالع لي من الحسابات يكون اكبر من اللي انا طالع لي في الحقيقه او من اللي هيحصل في الحقيقه، وبالتالي هي ما بقتش هنج، هتبقى سيمي فيكسد، يعني حاجه بين الهنج والفيكسد لان حصل فيها روتيشن قليل. طيب ده يغير لي تماما السترينج اكشن اللي طالعه، والديزاين بتاعك يبقى ممكن يبقى فيه مشكله او في بعض الاجزاء الانسيبل. عشان نفهم كلامي، لو جينا بصينا على الشكل ده العرض ده، تخيل انا ليه بقول العرض يبقى صغير، لو انت عملت فرق انضغاط هنا بمقدار معين، فرق الانضغاط ده على عرض صغير يديك روتيشن كبير ولا صغير؟ يعني هنا بسأل سؤال عايز حد يجاوبني، لو انا عملت فرق الانضغاط ده اللي هيجي نتيجه فرق التحميل، لو عملته على عرض صغير للبيرنج هيديك روتيشن كبير ولا صغير؟ روتيشن كبير بالظبط كده، كبير، وبالتالي ساعتها انا الهنج بتاعتي اكيد او غالبا هتكون متحققه. انما لو كان عرض ده عرض كبير، انضغاط ما على عرض كبير يديك ميل خفيف، ميل خفيف ده يعني روتيشن قليل، روتيشن قليل ده قد يكون اقل من اللي طلع لك في الحسابات، يبقى ساعتها كل الحسابات بتاعتك حسابات وهميه وغلط، والحقيقه ان هو سيمي فيكسد مش هنج. فبالتالي مهم جدا ان انا اقلل العرض البيرنج دي بقدر الامكان. طب هقعد اقللها اقللها، ولما اقللها اوفر لي، لان انا لما اقلل البيرنج دي في العرض هشتري واحده، انا اروح بروح اشتريها وبتجي لي جاهزه، هشتري واحده صغيره فهتكون رخيصه. انما الموضوع مش كده بس، لان انا لو صغرتها قوي التشيك اللي احنا بنعمله دلوقتي مش هيبقى سيف، اللي هو البيرنج ستريس. ايه بقى التشيك البيرنج ستريس؟ الكود بيقول لك هتجيب الفيرتيكال رياكشن اللي هو هنا الواي اللي جاي لك عند السبورت ده، الفيرتيكال رياكشن بقسمها على البيرنج اريا. هنا مين البيرنج اريا؟ البيرنج اريا بتاعتي هي العرض بتاع البيرنج على العمق بتاع البيرنج اللي جوه الورقه اللي انا مش شايفه هنا. في الحاله دي العرض بتاع البيرنج اللي انا مش شايفه ده، انا هنا راسم بلان، بيكون هو نفس عرض العمود اللي هو البي بتاعت الفريم. يبقى انا لما بحط بيرنج بتكون بتلت تقريبا، تلت البعد بتاع الفريم في الفيو اللي انا شايفه اللي هو هيحصل فيه الروتيشن، ولكن في الاتجاه اللي لجوه مش محتاج اقلل ابعادها خالص، باخدها بنفس عرض العمود في الاتجاه اللي لجوه. طيب برضو عايز حد مركز وصاحي معايا يقول لي انا ليه قللت العرض ده، واحنا قلناها من دلوقتي عشان الروتيشن يحصل، طب ليه في الاتجاه التاني بتاع البي ما فرقش معايا خالص وما قللتش العرض اطلاقا؟ ليه؟ لان مش محتاج ان يبقى في روتيشن في الاوتو بلين. بالظبط كده، انا كل شغلي في الفريمز اللي احنا بندرسها دلوقتي ان بلين، انا كل السترينج اكشنز اللي بحسبها والديزاين اللي بحسبه او يعني الحسابات اللي بحسبها كلها ان بلين، الاوت اوف بلين اكشن بتاعي مش موجود ومش متاخد في الاعتبار خالص، وانا مش محتاجه، انا مش محتاج خالص اوت اوف بلين روتيشن في اتجاه البي. يبقى اعرض النيو برينت زي ما انا عايز، او اعرض البيرنج زي ما انا عايز. ليه؟ لان انا هحتاج العرض ده عشان يعمل لي مساحه تحميل كويسه، لان انا لو قللت البي كمان زي ما قلت لك من شويه اوفر، اوكي هنجيب بيرنج رخيصه بس هيطلع التشيك ده انصيف، يبقى ما عملناش حاجه، هنرجع نكبر. يبقى دايما هاخد عرض البيرنج هو على نفس عرض العمود بالكامل، ولكن البعد اللي انا شايفه قدامي دلوقتي اللي باخده غالبا اراوند تلت بعد العمود، فالعمود من تحت لو تي هاخد بعد البيرنج بتاعي تي على 3 تقريبا. يبقى مساحه التحميل بتاعتي البيرنج اريا اللي نزل عليها حمل العمود دلوقتي بقت مين؟ بقت البي في تي على 3. تي على 3 دي تقريبا طبعا هيكون فيها تقريب، بمعنى العمود بتاعك لو تحت 80 سنتي تيجي تقسمه على 3 تلاقيه يطلع لك 26 بوينت سمثينج. احنا ما بنشتريش البيرنج دي بالسنتي طبعا، بتجي لك بمضاعفات ال 5 سنتي. تي على 3 دي مش شرط انها تي على 3، ولكن هي اراوند تي على 3 بعد ما تقرب الابعاد وتجيب ابعاد لكل 5 سنتي، ابعاد يعني من غير كسور. طيب الاف بيرنج اللي احنا بنقول بنحسبها ازاي؟ الواي بتاعتي اللي هي الرياكشن الفيرتيكال، وطبعا يكون التيمت على الاي 1. مين الاي 1 دي؟ هي مساحه البيرنج نفسها اللي هي البي في تي على 3 تقريبا، دي مساحه البيرنج نفسها، مساحه التحميل الحقيقيه. ده هيطلع لي ستريس بنسميه البيرنج ستريس. الالاول بتاعه هو كام عشان اقدر اقول هو سيف ولا ان سيف؟ الالاول بتاع البيرنج هو طبقا للكود 0.67 اف اس يو على جاما سي بتاعتك روت A2 over A1، بحيث ان على بعض الترم ده روت A2 over A1 ما يزيدش عن 2، اخري اني اخده ب 2، ما ينفعش اخده 3 4 5، لا حتى لو طلع بحسبتي 5 4 وات ايفر لازم اخده ب 2 اقصى حاجه. طيب مين A2؟ احنا عرفنا A1، A1 دي مساحه البيرنج سهله خلاص. مين A2 دي بقى؟ الشغل في A2 كود بيقول لك بتعمل ايه؟ كود بيقول لك بتعمل توزيع للاستريسز جوه الخرسانه بزاويه ميل 2 افقي لواحد راسي، ودي غير الزاويه اللي انت كنت متوقعها، انت كنت متوقع زاويه غالبا 1 لواحد، لا
هنا الكود بيقول لك بتعمل توزيع بزاويه مختلفه شويه عن ال 45 اللي انت متعود عليها، يمكن بتعمل اثنين راس اثنين افقي لواحد راسي، فبالتالي هنا بتوزع على مساحه كبيره شويه. طب هنفضل نوزع كده يعني الى ما لا نهايه؟ قال لك لا، اول ما الخرسانه بتاعتك تخلص يبقى هو ده البلين اللي هتحسب عنده A2، الاريا الكبيره اللي حصل عليها توزيع للستريس. طب يعني ايه الخرسانه بتاعتي تخلص؟ انا غالبا العمود بتاعي نازل على قاعده، القاعده ليها ابعاد، الابعاد دي بتتصمم ازاي على حسب البيرنج كاباسيتي والجهد التربه وهكذا. طيب فالابعاد دي سواء انت صممتها او جيفن ليك، لما تيجي من عند طرف العمود من هنا او طرف البيرنج من هنا او طرف البيرنج من هنا، وتبتدي تعمل خطوط كده بتاعه الميل بتاعك اثنين افقي الواحد راسي، هتلاقي واحد منهم وصل للهواء يعني خلص القاعده بتاعتك. هل ينفع اكمل واقول ان لسه هيحصل توزيع للستريس؟ انا طلعت بره القاعده، توزيع فين؟ انا دخلت في الهواء خلاص. يبقى عند النقطه دي هو ده البلين اللي هحسب عنده A2. يعني ايه بقى هو ده البلين؟ يعني هفضل ماشي كده بالخط بتاعي لغايه ما اقابل بقى الخط اللي جاي من هنا. وعشان احنا عارفين من قبل كده ان العمود بتاع الهنجد فريم مش هيكون متسنتر مع القاعده، دايما في ترحيل لناحيه خارج الفريم او خارج الارض، لازم في ترحيل مش متسنتر. ما دام هو مش متسنتر مع القاعده وانت الكلام ده عارفه كويس وبترسمه، يبقى اكيد في ناحيه هتوصل للهواء قبل ناحيه، لان العمود مش في النص. العمود لو في النص كان الناحيتين وصلوا لاخر القاعده مع بعض، عشان العمود مترحل يبقى في ناحيه هتوصل لاخر القاعده قبل الناحيه الثانيه. يبقى تقدر من وانس ان انت قطعت اخر القاعده او طرف القاعده تمشي خط افقي لغايه ما تقابل الخط الثاني بتاعك، وهو ده المسطح اللي بنسميه A2. طبعا مسطح A2 ده مسطح في ال 3 دي ما بيتشافش في البلين ده، لو جينا بصينا هنا هتلاقي ان ده مسطح A2 هو ده. ايه اللي حصل؟ انا بطلع من الاربع كورنرز بتوع البيرنج بتاعتي، بطلع بزاويه الميل بتاعتي اللي هي 2 افقي الواحد راسي، طبعا ال 45 دي 45 في البلين مش هي اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي، وامشي كده لغايه ما الاقي ان في عندي سايد قابل النهايه او قابل طرف او ايدج القاعده، ابتدي من عنده اخد الخطوط الافقيه اللي بتعبر لي عن ال A2 بتاعي. يبقى المساحه اللي انا بمشي عليها دي هي A2، تحسبها بسهوله ما فيهاش فيها اي مشكله. بعد ما حسبت A2 اللي بتطلع غالبا كبيره، طبعا بتقسم جذر A2 على A1، المفروض ان هي ما تزيدش عن 2 في الحسابات، لو زادت عن 2 بتاخدها 2، يبقى الرقم ده هو الاف الاوبل بتاع البيرنج. والله انت اقل من الاوبل يبقى انت سيف، اكتر من الاوبل يبقى انت ان سيف. طيب لو طلع لك البيرنج ستريس اكتر من الاوبل يبقى لازم اعمل حاجه. ايه الحاجه اللي اقدر اعملها؟ مفيش حاجه، مفيش في ايدي اي حاجه ممكن اعملها غير اني اكبر البيرنج، اكبر البيرنج علشان الاي 1 دي تكبر، ولما الاي 1 دي تكبر يبقى البيرنج ستريس يقل وبالتالي يدخل تحت الاوبل. مفيش في ايدي اي حاجه ثانيه تتعمل غير اني اكبر ابعاد البيرنج. عشان كده قلت لك لو انت صغرت البيرنج قوي في الاول عشان عايز توفر وتجيب بيرنج رخيصه وصغيره، ممكن جدا يطلع لك اللف بيرنج ان سيف. يبقى احنا اللوجيك او اللي احنا هنعمله هيكون غالبا اسامبشن الكافي جدا وهيطلعها لك سيف مستريحه من اول مره، انك تاخد عرض البيرنج تلت عرض العمود والعمق بتاع البيرنج اللي جوه هو نفس البي بتاعت العمود، ده هيجيب لك بيرنج سيف بالتاكيد. اي حد عنده سؤال؟ طب يا دكتور، هو لو انا قعدت اكبرها كده ممكن تمنع لي الروتيشن برضه؟ لا، ما انا بقول لك البي على 3 دي، سوري التي على 3 دي هتكون كافيه ان يحصل لك الروتيشن جدا. اوكي، وانا بقول لك اهو لو انت استخدمتها هتلاقي دايما البيرنج مستريح، سيف مستريح. تمام، يعني كده لو هي مثلا ما بقتش سيف فانقل بقى النوع تاني اللي هو الكروس بار. لا، هنا المشكله سيف، هنا مش انا قلت لك الكروس بار دي لما التولز ما اتفقتش، واحنا هنا لسه ما جيناش في ناحيه التول. انا قلت مشكله البيرنج ستريس ده معناه ان المساحه دي صغيره ما لهاش حل تاني غير انها تكبر. تمام، ماشي يا دكتور. اي سؤال تاني؟ طيب ده تشيك بيبقى سهل جدا، وزي ما بقول لك لو انت خدت الابعاد اللي انا بقول لك عليها هنا يعني بنسبه 100% مش عايز او بنسبه 99% هيطلع لك البيرنج سيف. اللي احنا عايزين نعمله الديوال بارز دي، زي ما قلنا دلوقتي الديوال بارز دي بتعمل لي ايه؟ بتأيد لي الحركه الافقيه وتخليها ما تحصلش لانها ربطت كل الريفورسمنت اللي جوه البيرنج بتاعتي. طيب بحطها امتى؟ في الهنجد بس، وفي الرولر مش موجوده، وبالتالي لو انا بعمل تشيك على رولر سبورت او بعمل ديزاين للرولر سبورت يبقى التشيك ده كله مش موجود وبسكيب وخلاص مش مهم. طيب انا عندي هنجد سبورت وبالتالي في اكس رياكشن، الاكس رياكشن دي لازم تتشال بالكامل وبامان على الديوال بارز دي.
وهنا الاستريس سهل جدا جدا. يعني الاكس دي بتعمل لك ايه على اسياخ التسليح اللي انت بتحطها، ودي اسياخ تسليح حقيقيه فعلا. الاكس بتعمل لك ستريس شكله ايه على الاسياخ دي، واضحه جدا بتعمل لك ايه، شير، واضحه جدا. فعشان نجيب المساحه دي بنقول المساحه نجيبها ازاي. الاكس بتاعتي طبعا كل شغلي بالالتيميت على 0.6 اف فيلد على جاما اس بتاعت الاسياخ، وهنا ال 0.6 في الاف فيلد على جاما اس كاني بجيب الشير سترينث بتاع الاسياخ. الاسياخ بتاعت الاف فيلد بتاعها ده اللي هو التنسايل ييلد بتاعها لما يكون اكسيال فورس في السيخ. لو عايز احسب شير على السيخ بضرب الرقم ده في اراوند 0.6. عشان نجيب مساحه الاسياخ الكافيه بجيب الاكس بالالتيميت طبعا على 0.6 اف فيلد على جاما اس، هي دي قيمه الاسياخ اللي انا محتاجها عشان اشيل فورس اكس دي بامان، وبالتالي ساعتها مش هيحصل لي حركه افقيه بالكامل هنا خالص اطلاقا، لان الاسياخ دي موجوده ورابطه البيرنج كلها ومخترقه البيرنج كلها بهذا المنظر. بيطلع غالبا دول سيخين او ثلاثه بالكتير، الاقطار ممكن تكون كبيره 18 20 او اكتر مش مشكله زي ما يطلع لك. والمينيمم اللي انا هحطه لازم احط سيخين مينيمم يكون قطر 18 سي مثلا، وده تشيك في منتهى السهوله، سهل جدا. في اي تشيك طيب لو الاكس دي كانت كبيره قوي بقى، وده غالبا مش هيحصل في السبورت بتاعت الفريمز، ولكن لو انت زي ما قلنا من شويه لو عندك انترميديت هنج ف خد الشكل ده ونيمه، اعمله الروتيت 90 درجه يبقى هو ده الانترميديت هنج. فساعتها بيكون الفورس دي مش جايه كهوريزونتال رياكشن، بتكون هي جايه من الفيرتيكال لود، فوارد جدا انها تكون كبيره. يعني بصفه عامه الاسياخ الديول بارز دي بتتصمم على الفورس العموديه على الهنج بتاعتي. فلو الهنج بتاعتك دي انترميديت هنج في ممبر افقي هيكون الفورس العموديه عليه قد تكون كبيره لانها جايه من الاحمال الفيرتيكال، وبالتالي ساعتها ممكن لما تيجي تحسب الحسبه دي تلاقي ان الاي اس بتاعتك كبيره قوي. ساعتها بنعمل ايه؟ بنلجأ للتايب بي اللي هو الكروس بارز. كروس بارز دي بهذا المنظر بنحط اسياخ. اولا هي نفعتني في ايه؟ ان هي بدل ما كانت صف واحد هي بقت صفين، لان هي بقت تعتبر كروس بارز بهذا المنظر، فعددهم يعتبر يعني ضمنيا كده زاد. بيتصمموا ازاي؟ بيتصمموا يمكن عشان الميل هنا عامل رئيسي في تحليل الفورس اللي جايه على الاسياخ. الموضوع قد يكون مزعج وصعب شويه لان انت الزاويه انت مش عارفها قوي، فبغالبا بنحاول نوحد الزوايا من 30 ل 60 درجه، وممكن نعمل حل جرافيكال زي ما انت شايف بهذا المنظر، بحيث ان الحل الجرافيكال ده يقدر يجيب لي فورسز جرافيكال اف 1 واف 2، وكل سيخ بيتصمم على الفورس اللي فيه اللي هو اف 1 او اف 2. طبعا بالراحه كده دي هنعملها ازاي؟ بقول ان الكروس بارز دي تنقسم الى جزئين، اريا ستيل 1 واريا ستيل 2، وكل واحد منهم ليه ميل، وانا اللي بفرض الميل بتاعي وانا اللي بختاره. عرفت الميل بتاع اريا ستيل 1 واريا ستيل 2 ممكن ارسمهم جوه الهنج بنفسي قبل حتى ما اصممهم، ارسمهم دلوقتي محتاج ارسمهم ليه؟ ان بعد ما برسم اريا ستيل 1 واريا ستيل 2 بعمل خطوط موازيه ليهم كده، خطوط موازيه ليهم بره اللي هم اريا ستيل 1 بهذا المنظر واريا ستيل 2 بهذا المنظر، وبعمل مثلث قوه بين الاكس والواي بتاعتي. انا في الاخر عايز اشيل الاكس والواي بتوعي عن طريق مين؟ عن طريق ان في محصله ليهم هتكون ريزلتنت، الريزلتنت دي هتتشال على الكروس بارز اللي محطوطه كلها وتمنع لي الحركه الافقيه. فانا برسم الواي بتاعتي اللي هي راسيه تماما مع الاكس بتاعي الافقيه تماما. بسكيل، يعني ايه بسكيل؟ يعني بفترض مثلا ان الواي دي كانت زي اي كلام كده 1500 كيلو نيوتن، والاكس دي مثلا كانت 150 كيلو نيوتن. يبقى هعمل سكيل مثلا هقول ان كل 100 كيلو نيوتن بسنتي، يبقى هرسم الواي دي 15 سنتي وهرسم الاكس دي سنتي ونص. يبقى هرسم 15 سنتي راسيين وسنتي ونص افقيين، يعملوا لي مثلث قوى يتقفل لما اوصل او اقفل المثلث، يبقى هي دي الريزلتنت بتاعتي الار. انا عايز الريزلتنت ار دي تكون نفس الريزلتنت بتاعت مثلث قوى اخر، ولكن القوه بتاعته مش راسيه افقيه، القوه بتاعته واحده موازيه لاي اس 1 واحده موازيه لاي اس 2. يبقى هاجي من الاطراف هنا اعمل خط موازي ل اس 1 مثلا، واعمل من النقطه دي برده من نهايه الريزلتنت دي خط موازي ل اس 2، هيتقابلوا في نقطه، يبقى انا كده قفلت مثلث القوى الثاني. الرسمه دي فيها اثنين مثلث قوى متكافئين تماما، واحد اتعمل بالاكس والواي الرياكشنز الصريحه اللي جايه لي من الفريم وليهم ريزلتنت او محصله ار، واحد اتعمل بالقوه اللي موجوده في الاسياخ اللي هم اس 1 واس 2 وبرده محصلته واللي قفله هو ار نفس المحصله بالظبط، وبالتالي هم مثلثين متكافئين. طب بعد ما اعمل المثلثات دي ايه؟ اقيس جرافيكالي كده اف 1
الخط بتاع اف 1 ده طوله كام سنتي، وباستخدام الريسكيل اللي انا عملته اقدر اعرف هي كام كيلو نيوتن. اقيس اف 2 دي كام سنتي واقدر اعرف بنفس السكيل اللي انا عملته هي كام كيلو نيوتن، احطها في المعادلات دي نفس المعادلات اللي انا عملتها من شويه، احطها في المعادلات دي عشان اجيب اريا ستيل 1 كام واريا ستيل 2 كام. طبعا الموضوع ده يمكن معقد شويه ومش سهل ان انت تعمله، الحسابات هيبقى سخيف جدا او صعب قوي، بنعمله جرافيكال للتبسيط. انت غالبا مش هتحتاجه اطلاقا، لان احنا زي ما اتفقنا مش بنحمل دي في انترميديت هنج الا في احيان، يعني في حالات معينه. اللي هيقابلك انت هنا مش حي الحاله دي خالص، انت هيقابلك ديزاين بتاعت هنج بتاعت فريم او بتاعت بوليجون، وبالتالي هيكون الاكس فيها قليله جدا، عمرك ما هتحتاج تقلب تايب 2 اللي هو الكروس بارز دي، وهيكون دايما ده كافي جدا ليك. ماشي، دي بنعرفها كده فور انفورميشن، ولكن تبقى يعني لازم تبقى فاهمها ليك في المستقبل، مش هتحتاجها غالبا في التطبيق بتاعك على الفريمز بتاعك. طيب تالت لك هنا بتاعه من الكود، ولكن هو برضه نادر الاستخدام، لان احنا زي ما قلنا ما بنستخدموش غير لو في عندي فيرتيكال لود عالي جدا، هو اللي محتاج ان انا اخلق هنا شورت كولوم بتكون الكاباسيتي الفيرتيكال بتاعته عاليه قوي نتيجه الكنات السبايرال دي. دي معادلات التصميم، طبعا الموضوع ابتدى يبقى معادلات تصميم شورت كولوم صريح، وبنحسب السبايرالز برضه بمعادلات صريحه. الموضوع ابتدى يبقى موضوع كبير شويه، خرج من السكوب بتاعنا او من التركيز بتاعنا، عشان كده انا مش هطلبها منك خالص دي. يعني برضه تايب سي دي هتاخدها فور انفو واحنا مش محتاجينها، انما هتخليها معاك كده فور انفورميشن، عايز تقراها عشان تستزيد او تفهم، اوكي مش هنحتاجها ومش طالبينها منك. نشوف الحاجه الثالثه اللي هي في غايه الاهميه برضه، عايزين نحسب السبليتنج فورس اللي ما هيحصل عندي في الفريم من تحت محتاجه كانت قد ايه. يعني ايه محتاجه كانت قد ايه؟ المنظر ده، انت شفت المنظر ده قبل كده صح؟ لما رسمنا ال 200 فريمز ورسمنا التسليح بتاعه كلنا في اول الترم، كنت دايما بتعمل ايه في الكنات اللي تحت الهنجد فريم في الرجل من تحت؟ تكثيف. اتقال لك ليه؟ تكثيف 10 في 8 و 10 في 10 في المتر. طيب اتقال لك بتعمله ليه؟ علشان السبليتنج فورس، في فورس بتيجي عموديه على القطاع عايزه تعمل له تنشن يعني. فانا بحط الكنات دي تشيل. طيب هاي هاكس بالظبط، انا في عندي سبيلنج فورس بتحصل، وبالتالي لازم السبيلنج فورس هتكون تنشن، ولازم استخدم التنشن، ما يفيش خالص ما بتشتغلش معايا ما بتشتغلش معايا في التنشن، يبقى استخدم التنشن لازم احط كيانات افقيه، السبيلنج فورس تكون افقيه، فلازم احط لها تسليح اتجاهها يعني تسليح افقي يعني كده. طب هل انت عملت التسليح ده في الفريم من تحت الفيكس التو فيكس فريم عملته؟ لا ما حصلش. في حد مننا بيعمل تكثيف هنا في التو فيكسد فريم من تحت؟ لا مفيش، ومحدش ابدا يعمل تكثيف كنات في التو فيكسد فريم من تحت. التكثيف الكنات ده بيكون فقط في التو هنج فريم، علشان هو هيحصل بسبب السبليتنج فورس، والسبليتنج فورس دي هتحصل بسبب وجود البيرنج دي، فبالتالي مفيش بيرنج، الخرسانه نازله ستريت بعرض ثابت ونازله على اتصال تام بالقاعده بتاعتها، مفيش سبليتنج فورس اصلا تقريبا، وبالتالي خلاص مش طيب تعالى بقى نركز مع بعض ونشوف هنحسب السبليتنج فورس دي ازاي، عشان دي يمكن اكتر حسبه فيها محتاجه تركيز، لان فيها حسبه يعني. انا برسم اهو السنتر لاين الاحمر، ده سنتر لاين العمود، وهنا هيكون سنتر لاين العمود من تحت، يعني الخط السنتر لاين الاحمر ده بينصف لي العمود في اضيق نقطه او في اصغر نقطه ليه، اللي هي تحت خالص عند انطباقه بالبيرنج. ادي البيرنج بتاعتي، واتفقنا غالبا هيكون عرض البيرنج هو مين؟ هو تلت عرض العمود من تحت، يعني العمود بتاعي من تحت لو عرضه تي اللي هي دي تي اللي هي اصلا كانت نص العمود من فوق عند التقاءه بالجردل او التقاءه بالفريم، لو دي تي فانا بعمل عرض البيرنج كام؟ تي على 3. ادي تي بتاعت العمود، احط البيرنج بتاعتي تي على 3 عشان اعرف ادرس كويس، هاخد كاني بقطع كده بالسنتر لاين الاحمر ده وبدرس نص العمود فقط. في عندي سبليتنج فورس هتتولد مقدارها تي كابيتال، ودي تنشن هتكون باصه لبره. التي كابيتال دي سبليتنج فورس بتتوزع على ارتفاع، وده بناخده غالبا نفس العرض بتاع العمود اللي هو كان تي، بناخد الارتفاع ده هو ارتفاع التاثير تي. ودي حاجه يمكن معروفه في نظريه كده او في طريقه اناليسيز معروفه اسمها ستراتن تايم ميثود. الستراتن تايم ميثود دي بتعتمد على بتعمل اناليسيز بهذا المنظر في الاماكن اللي هي الديسكونتينيوتي ريجنز. المنظر ده بنسميه discontinuity region، ويمكن التسميه مفهومه ليه سميناه discontinuity region، لان الخرسانه هنا
مش ماشيه بنفس الاستمراريه الطبيعيه بتاعتها، لا انا جيت خنقتها فجاه على عرض صغير قوي، ما دام خنقته خلاص انا فجاه على عرض صغير كده، ده بنسميه discontinuity region. الديسكونتينيوتي ريجن ده موجود سواء انا عطت حتى لو عامل النيوبرين دي او لو انا عامل البيرنج دي خرسانه برضه، وانس ان انا غيرت عملت تغيير مفاجئ في عرض الخرسانه او في بعد الخرسانه، اي تغيير مفاجئ ده بنسميه discontinuity ريجن. غالبا منطقه التاثير بتاعت الديسكونتينيوتي ريجن دي بتكون بنفس العرض بتاعها، فلو انا هنا عندي عرض تي اللي هو بعد العمود هنا تي، غالبا منطقه التاثير بالديسكونتينيوتي دي اللي هتحصل هتكون برضه بارتفاع تي. فهناخد نفس الارتفاع تي بتاع تأثير السبليتنج فورس دي. طب هنعمل ايه مع بعض؟ تعال ناخد مع بعض كده نقطع نص العمود، هنشوف ظهرت الفورس تي اللي هي سبليتنج، ظهرت هنا الرياكشن الفيرتيكال اللي جاي من العمود، هنا ناخد واي على 2 عشان اعتبرنا ان احنا خدنا نص العمود بس، ناخد بس من اندرس النص اللي على الشمال، الرياكشن بتاعها برضو هيكون واي على 2 ولكن هيكون جاي في نص الحته دي اللي هي البيرنج او نقطه التقاء الاحمال في الحته دي بس، لان عرضها كلها هو الحته دي. تعالى ناخد مع بعض اتزان القوة، لازم هتكون القوة متزنة عشان العمود ده يكون ستيبل. طيب ناخد اتزان القوة ازاي؟ خد سميشن لكل المومنت بتاعت الأحمال كلها اللي ظهرت لما قطعت عند نقطة A دي. تعالى ناخد سميشن لكل الفورسز. هنلاقي إن في فورسز اللي هي مين بقى دلوقتي؟ هنلاقي الـ Y اللي جاية رياكشن العمود اللي جاي Y على 2 ده مضروب في مين؟ ركز معايا بقى. الأرم بتاعه هو ده. الأرم بتاعه تي لان دي كلها كانت تي، طيب المسافه دي تي على 2 يبقى الارم بتاع الفورس بتاعتي تي على 4. طب بيجي عكسها، عكسها تي بيلف واي على 2 برضه ولكن الارم بتاعها هو الصغنون قوي ده، الارم الصغير ده قد ايه؟ ده نص المسافه دي، والمسافه دي اللي هي نص المسافه دي. طب المسافه دي اللي هي عرض البيرنج كان تي على 3، انا عايز نص تي على 3 وكمان نصها هيكون الارم، يعني ربع تي على 3، ربع تي على 3 اللي هو مين؟ تي على 12. يبقى واي على 2 اللي هي الاكشن، في عندي رياكشن بيرد عليها واي على 2 برضه بنفس القيمه بالظبط ولكن الارم مختلف، يبقى الارم بتاع الاكشن كان تي على 4، ارم الرياكشن تي على 12، يطرحوا من بعض يديك تي على 6. يبقى الواي على 2 بتاعتي دي الارم بتاعها الكبير تي على 4، لما يطرح منه الارم الصغير بتاع الرياكشن اللي هو تي على 12 يدي لك تي على 6. الكلام ده بيساوي مين بقى؟ السبليتنج فورس بتاعتي المسافه بتاعتها من نقطه A اللي انا خدت عندها المومنت هو مين؟ التي على 2. يبقى الواي على 2 في التي على 6 بتساوي السبليتنج فورس انا عايز اجيبها في التي على 2 اللي هو المسافه بين التي، السبليتنج فورس طبعا هيكون في نص الارتفاع التاثير، نص ارتفاع التاثير بتاعي، ارتفاع التاثير بتاعي كله تي، يبقى الارم بتاعي تي على 2. اختصر الحاجات دي مع بعض هيطلع لي ان السبليتنج فورس بتاعتي هي واي على 6. ودي هنفضل فاكرينها دايما، يعني مش لازم كل مره تقعد تعمل الحركه دي وتقعد تاخد المومنت وتقطع الفريم، خلاص احنا هنعرف او فهمنا دلوقتي، فبالتالي هنعرف تماما ان السبليتنج فورس اللي بتاعتي دايما هتكون واي على 6، الفيرتيكال رياكشن بتاعي على 6. طيب الفيرتيكال رياكشن بتاعي ده السبليتنج فورس بيقاومها مين؟ الكنات دي. طيب الكنات دي هتقاومها ازاي بقى؟ نركز معايا مع بعض. السبليتنج فورس دي بتقاومها الكنات، كل كان منهم هي فرعين، كان غالبا فرعين، ممكن تكون اكتر على حسب الظروف، ولكن هنبتدي ان احنا محتاجين كان فرعين، الفرعين دول انا مش شايفهم، الفرعين دول اللي جوه الورقه وانا مش شايفهم. فهقول الاثنين، الاثنين دول اللي هم الفرعين. عدد الكانات اللي موجودين في التي بتاعتي اللي بيقاوموا، يعني ادي ارتفاع تي، في عندي 1 2 3 4 5 كانات شغالين معايا موجودين وهيشتغلوا. النمبر ده لسه ما نعرفوش، فاحنا هنفترضه نمبر. ده اللي انا عايز اعرف انا هحتاج كام كانه. الاريا ستيل بتاعتي اللي هو مساحه مقطع فرع الكان الواحد، احط فاي 8 ولا فاي 10 ولا اكتر، يبقى الاي اس دي هي مساحه مقطع فرع الكان الواحد. اف فيلد على جاما اس بتاعت الكانات، لو انا ضربت الكلام ده في بعضه ده يديني فورس، ده اف فيلد على جاما اس ده ستريس، اف فيلد بتاعت الكانات اضربها في مساحه فرع الكانه جبت الفورس اللي الكانه تشيلها، اضربها في العدد جبت عدد الكانات اللي موجودين يشيلوا كام كلهم، اضربها في 2 اللي هو ان كان فرعين يبقى انا عرفت كده كل الكنات اللي انا حاططها هنا دي تقدر تشيل فورس قد ايه، والاثنين دي بنأكد قد تكون 4 لو انا محتاج، انما ممكن ابتديها 2 على اساس كان فرعين لو انا لسه بشوف هحتاج قد ايه. الحاجات اللي ممكن افرضها هنا؟ في عندي كذا مجهول، اتفقنا ان دي هنبتديها 2،
انما عدد الكنات انا لسه مش عارف احتاج كام كانه، لسه مش عارف الكانه تبقى قطر كام. التي عندي طبعا اللي هي الواي على 6، لازم هفترض واحده منهم، فهفترض مين فيهم؟ تعال نفترض ان احنا غالبا بنحط فاي 8 او فاي 10، افترض اللي انت عايزه. تعال نفترض فاي 10 او فاي 8 مش فارقه، المهم ان انت لو افترضت الفاي اللي هتستخدمها يبقى انت عرفت الاي اس. عرفت الاي اس بقت الحاجه الوحيده المجهوله هي العدد، هيطلع لك من الايكويشن دي العدد اللي هو عدد الكائنات اللي انت محتاجها. عدد الكائنات اللي انا محتاجه ده في الارتفاع تي. طيب عشان اجيب السبيسنج بين واحده والثانيه اجيبه ازاي؟ انا عندي ارتفاع تي اللي هو مثلا كان متر، المتر ده احتجت فيه خمس كائنات، يبقى الاس كام سنتي؟ متر احتجت فيه طلع لي فيه النمبر بخمسه، يبقى الاس بكام؟ التي على النمبر، المتر على الخمسه يديني 20 سنتي المسافه بين الكنات. التي كانت متر احتجت فيه 10 كنات، النمبر طلع لي 10، المتر فيه 10 كنات يبقى المسافه بين الكنه والكنه 10 سنتي. عرفت ازاي؟ متر اللي هو 100 سنتي على 10 اداني 10 سنتي. يبقى عشان اعرف السبيسنج بقول التي بتاعتي على النمبر اللي طلع لي من الايكويشن دي. طب السبيسنج دي دايما هي المسافه بين الكنات، احنا ما بنكتبش دايما، ما بنكتبش مثلا كانت ات سبيسنج كذا، احنا بنكتب كام كانه في المتر. يبقى السبيسنج يتحول لمتر ازاي؟ اقسم 1000 على السبيسنج، طبعا لما يكون السبيسنج بالملي، اقسم 1000 على السبيسنج يديني عدد الكانات في المتر. يبقى عدد الكانات في المتر ده هو اللي انت هتكتبه على رجل الفريم، وتقول مثلا 10 في 8 في المتر، 7 في 10 في المتر، ده التكثيف اللي انت بتكتبه. واضحه؟ هي سهله مش صعبه، بس يمكن عشان مش هتحس بيها غير لما نعوض بارقام، فتعال نعوض بارقام فعلا عشان نحس بيها. اكزامبل اهو هنعمل في الارقام ده علشان نبقى شايفين. انا بقول لك هنا عندي فريم 18 متر، عندي الاحمال فيرتيكال وهورزونتال رياكشن وركينج رياكشن 650 كيلو نيوتن فيرتيكال، 120 كيلو نيوتن هورزونتال. الاف سي يو اهي، الاف يلد اهي، بيقول لك تشيك لي على البيرنج دي. تعالى نشكله على البيرنج دي. اولا الفريم 18 متر، هناخد الكاميرا بتاعت الفريم مثلا 30 في متر ونص، يعني 300 في 1500. الكولوم بتاعي هيبقى زي الفريم 300 في 1500، يبقى بالتالي الكولوم تحت عند الهنج من تحت هيكون كام؟ غالبا هناخد نص ال 1500، يعني مثلا 750. يبقى العمود تحت هيبقى عرض ده كام بتاعه؟ التي بتاعتي هنا هتبقى كام؟ هي دي ال 750 بتاعتي. ماشي؟ هي دي ال 750 بتاعتي. تعالى نشوف كده. يبقى هنقول الدايمنشن بتاعت النيو فريم بليت هتكون كام؟ ال 300 زي ما هي، ال 750 ناخد تلتها، طلع لي رقم مش محتاج تقريب، طلع لي رقم كويس 250 متر. يبقى انا عندي ابعاد النيو فريم دي هتكون كام؟ 25 سم هنا او 250 سم هنا، والقوه هتكون نفس الدي بتاعت العمود. طيب البيرنج ستريس هيكون كام دلوقتي؟ 650 الفيرتيكال رياكشن، 1.5 عشان احولها الترنت. طبعا 10 اس 3 عشان يونتس، على 300 على 250 اللي هي ابعاد البيرنج. ده اداني كام؟ 13 نيوتن على مليمتر سكوير. ده البيرنج ستريس. عايز اعرف سيف ولا ان سيف؟ نحسب البيرنج ستريس الاوبل 0.67 اف سي يو على جاما سي، عشان كده اديتك الاف سي يو. مضروبه في روت اي 2 اوفر اي 1. ركز في حاجه عشان ده اللي هيحصل لك في حالات كتير وهتلاقي نفسك مبسوط جدا. انت لو ضربت 0.67 اف سي على جاما سي دي لوحدها طلعت لك 13.4، بس لسه عايزه تضرب في روت اي 2 على اي 1. سؤالي ليك، انا ليه ما حسبتش دي وقلت خلاص انا سيف ومش محتاج اقعد احسب وارسم توزيع واعمل خط بميل 2 افقي الواحد راسي واشوف اي 2 بكام واجي اقسمها على اي 1؟ ليه مش محتاج اعمل كل الدوشه دي؟ واضحه؟ قول لي كده ليه، واضحه جدا لينا. عشان اوريدي 13.4 اكبر من 13، فهتضيف رقم هتكبر اكتر. بالظبط، هو روت A2 على A1 ده بالتأكيد هيبقى أكبر من واحد. يعني A2 دي مساحة التوزيع اللي هي دايما بتكبر 100% هتكبر، يعني روت على A1 ده دايما وأبدا أكبر من الواحد. أنا بس يعني آخر إنه يكون اتنين، ما ينفعش يكون أكتر من اتنين، ولكن هو بالتأكيد أكتر من واحد. يعني أنا خلاص ما بقتش محتاجه ده، أنا دلوقتي قبل ما يتضرب أو قبل ما يزيد يعني الرقم ده هو أوريدي 13.4 والستريس بتاعي 13. خلاص انا سيف من قبل ما احسب الفاكتور ده. عشان كده دايما خليك ذكي كده، ما تقعدش تقعد تضيع وقت، دي ممكن تضيع الحسبه دي لوحدها ممكن تضيع لك خمس دقائق انت مش محتاجها اصلا.
انت الاستريس طالع لك قبل ما يزيد بالفاكتور ده هو 13.4، والالاوبل ستريس سوري والبيرنج ستريس 13، انت سيف من قبل ما تحسب الفاكتور. خليك ذكي وما تضيعش وقتك. واضحه للناس كلها؟ انت في معظم الاحوال مش هتحتاج تحسب جذر اي 2 على اي 1 دي في معظم الاحوال. طيب نحسب الديوال بارز، الاكس بتاعتي كانت 110 كيلو نيوتن، 110 هضربها في 1.5 عشان تبقى التيميت، برده 3 اصفار عشان اجيبها نيوتن، دي تحويل وحدات 0.6 اف فيلد على جاما اس طلعت لي بالمليمتر، دول يدوني 3 فاي 20. 3 فاي 20 مجهول جدا، انا عندي هيكون فرنج سيخين لثلاثه، الديوال بارز من سيخين لثلاث اسياخ، القطر بتاعي بيبقى من 18 ل 20 وممكن يكون اكتر، ما فيش اي مشكله. ف 3 فاي 20 ده رقم افريج جدا، ما فيهوش فيه اي مشكله، مش زحمه ولا حاجه. انا هحط الثلاثه دول في عرض كام سنتي؟ احط ثلاث اسياخ في عرض كام سنتي يا جماعه؟ عرض البي اللي هو كام؟ الاكزامبل ده كام سنتي؟ كام؟ 0.3 بالظبط كده، يعني 30 سنتي، يعني مستريح جدا. عمري ده هقول زحمه ومحتاج اقلب كروس بارز والكلام الفارغ ده، لا خالص. انا محتاج احط ثلاث اسياخ في عرض 30 سنتي، هي مش زحمه اطلاقا يعني. طيب تعالى بقى نحسب الكنات. اول حاجه احنا قلنا خلاص ان انا دايما هفتكر العلاقه دي، ان السبليتنج فورس الواي بتاعتي على 6، خلاص احفظها، ممكن اعرفها خلاص. يبقى طبعا ال 1.5 دي التيميت عشان انا هنا كل الاحمال اللي جايه لك كانت ورك. 1.5 في 650 دي الواي على 6 ادالك كام؟ هي 62.5. طب هنستخدم فاي 10، هنقسم كده، انا بعمل اسامبشن. يبقى هنا الاي اس دي بتاعت فاي 10 اللي هي كام؟ 78.5، وهعتبر فرعين. يبقى اقدر اقول دلوقتي ايه؟ اقدر اقول ان التي بتاعتي 162.5 طبعا تظبيط وحدات 10 اس 3 2 اللي هي بتاعت الفرعين، النمبر اللي عايز اجيبه اخترت فاي 10 يعني 78.5 اف فيلد على جاما اس. الحسبه دي تديني النمبر بتاعي 3.3. يبقى انا محتاج احط كام كده في الارتفاع بتاعي؟ 3.3، انا محتاج 3.3 كان فاي 10 عشان اشيل السبيتنج فورس دي. يبقى احط 3 ولا 4؟ اكيد احط 4، 3 ما يكفينيش. لما احط 4 كنات في ارتفاع 75 سنتي، 75 سنتي اللي هو نفس ارتفاع او نفس عرض العمود من تحت، يبقى المسافه بين الكنه والكنه كام؟ 75 سنتي على اقلهم 4 كنات، يبقى 178 سنتي ونص، سوري 187 ملي ونص. طب اجيب السبيسنج كام عشان بس، سوري اجيب كام في المتر عشان بس اعرف اكتب على اللوحه؟ اقول 1000 على 187.5 يعني 5.3. انا ممكن اكتبها على اللوحه 6 فاي 10 في المتر. يبقى انت اللي هتكتبها على اللوحه الكنات من تحت 6 فاي 10 في المتر، اللي هم في الاخر كانوا كان كل 187 ملي ونص. ده بالحسابات يعني. حد عنده سؤال؟ كده وضحت هنحسب ازاي الكنات دي؟ طب دكتور لو انا خدت العرض بتاع الفريم 400 في الحاله دي هستخدم اربع فروع صح؟ على فكره انت ممكن هنا تعتبر الفروع بتاعتك اللي شغاله هي الكنات اللي انت هتحطها، بمعنى بس لازم تكون الكنات اللي هتحطها دي عموديه على الفورس، يعني تسليح تفاصيل تسليح العمود ده بتاع الفريم بيكون تسليح تفاصيل تسليح كولوم صح؟ يعني في كنات داخليه مش كده؟ اه مظبوط. طيب هنا الشكل ده عدد الكنات الداخليه اللي انت هتستخدمها هيكون انهي؟ طيب بص عشان اجاوب لك على سؤالك خليني هقفل الشير ده وارجع لك حاجه ثانيه عشان اعرف اجاوب لك على سؤالك. اوكي ماشي. حد عنده سؤال الاول في السلايد دي؟ لان انا هقفل خالص الشير وهفتح حاجه ثانيه عشان استنى اجاوب له على سؤاله. في اي حد عنده سؤال لسه؟ عشان انا كده هقفل السكرين دي خالص. اي حد عنده سؤال؟ طيب في ثواني عشان اجاوب على السؤال ده
هل السكرين واضحة كده؟ اه واضحة. معلش عشان انا ما اقعدش اضيع وقت كتير، فتحت حاجه كانت قدامي بس هتوفي بالغرض يعني. تعال نبص على قطاع سكشن 4 ده، عشان ده السكشن اللي في العمود مثلا. اوكي خلينا نبص على سكشن 4 اعتبر ان هو السكشن اللي في العمود، فبالتالي ممكن يكون هو نفس السكشن في العمود يعني. مش انت عارف ان العمود الفريم بيكون من المنظر شبه كده تقريبا صح؟ اه 4 فروع. اه لا هنا مش 4 فروع، ركز معايا بقى. القطاع بتاع السكشن 4 ده مقطوع كده مش كده؟ العرض الكبير هو اللي انت شايفه ده مش كده؟ طيب السبليتنج فورس اللي انا بتكلم عليها اللي هتحصل في الفريم، السبليتنج فورس اللي انا بتكلم عليها هتكون، ركز معايا، في اتجاه اكس ده ولا في اتجاه واي ده؟ لا تبقى في اكس، صح، هي دي السبليتنج فورس اللي انا بتكلم عليها مش كده؟ بس كده اللي هيقاوم معايا فرعين مش 4. بالظبط كده، هو ده انا عايز اقوله بقى، هو عشان كده فتحتها لك عشان تشوف. انا كل كنت بدور لك على عمود لما تجي لك السبليتنج فورس كده يبقى انت اكيد العدد الفروع اللي بيقاومك ايه، حتى برغم ان انت حاطط قوه في العمود، انما هنا عدد الفروع اللي شغاله معاك بتقاوم بالسبليتنج فورس دي او السبليتنج فورس دي هي كام فرع دايما؟ كام فرع دايما؟ يعني 2 على طول اتنين على طول ده في الشكل تمام ده. بالشكل ده. بس هقول لك حاجه بقى، افرض ان انت بالاتنين دول نتيجه سبليتنج فورس لاي ظروف حصلت يعني، لقيت ان انت محتاج تزود عدد الفروع دي واتنين ده مش كفايه، ده هيدخلك في اكتر او اتنين هتكون معاك، هتعمل ايه؟ هتروح عامل ايه داخليه هنا، بس لازم تكون كانت كده يعني، الكانه دي ما تنفعنيش. انت متفق معايا من شويه ان الكانه دي ما لهاش اي علاقه فيا مش كده؟ هو المربع ده انا حاطه علشان يعني المسافات بين بالظبط السيخ بالظبط، فهو والسيخ. هيشتغل يعني، هي الكينه دي موجوده عشان تطبق اشياء شغاله، فلو عايز اشغلها اشغلها، بس انا هنا حتى لو عايز اشغلها هي مالهاش قيمه. بس انا مين اللي يشيل معايا كينه بهذا المنظر؟ اعمل كينه بهذا المنظر. اوكي؟ لو انا عملت كينه بهذا المنظر يبقى العمود بتاعي يقدر يشتغل 4 فروع الكينه بتاعتي. فهمت قصدي؟ هي حباية يعني بس مش طويلة حبايه، شوية. مش حبايه، كينه عاديه، ممكن اعمل كينه عاديه بس ساعتها الاسيخ دي هتكون في هنا وفي هنا. للاسف ان احنا علشان في الاونلاين ما عندناش يعني ما عندناش وايت بورد او حاجه نقدر نرسم فيها، فللاسف يعني الواحد برضه بيحصل له بيبقى نفسه يعمل حاجه على السبوره قدامك عشان تفهم يعني، امكانيات محدوده للاسف. المهم ان انا بقول لك في قطاعات العمود العاديه هتلاقي غالبا ما عندكش غير فرعين اللي شغالين معاك، فعشان كده كنت بقول لك دايما او هتكون غالبا اثنين، ما بتعملهاش 4 الا لو انت غيرت شكل الكروس سكشن في العمود خالص، وده غالبا مش هتحتاجه، فناخد دايما الحسابات فيها 2 عدد الفروع. هو اللي كنت بتكلم فيه ان البي اكبرها تبقى 400، ففي الحالة دي هيبقى 4. في الحاله دي مش شرط ان يكون 4، هقول لك ليه. خليك معايا برضو ثانيه واحده افتح لك، انا عايز اجاوب لك على سؤالك وعايزك تقتنع، فهنفتح حاجه برضو، هقفل السكرين دي ونفتح واحده ثانيه اجاوب لك بيها على سؤالك. حاجة كده أتمنى إن فيها اللي أنا عايز أوريهولك ثواني. طيب كويس، هي نوعا ما فيها. طيب أنا هعمل دلوقتي شير سكرين لمنظر تاني خالص ماشي؟ أنت لسه معايا؟ تقول مع حضرتك. ماشي، خليك معايا بقى ثانية واحدة. شايف حاجة قدامك؟
تمام. طيب ادي عمود، هنعتبر ان ده عمود فريم، بس هو مش عمود فريم بس، عديها مشيها لي. وعرضه كام دلوقتي؟ 40 سنتي صح؟ فطبقا لاشتراطات الكود الاسياخ اللي جوه دي لازم تتربط مش كده؟ اه مظبوط، بس دول كده مش يحمل. هيشتغل معايا أربعة. بص انا ربطتهم ازاي، والكنه اللي انا ربطت بيهم دي كنه عاديه جدا بنستخدمها كتير ومسموح بيها في الكود وكل حاجه. الطريقه التربيط الاسياخ اللي جوه دي، يعني حطينا كنات جوه اهو، هل الكنه دي اشتغل معايا في السبليتنج فورس؟ لا يعني لو انا بعمل العمود ده بكل الكنات اللي جواه دي وبشغله في السبليتنج فورس، هتبقى برضه عدد الفروع بتاعي كام؟ اتنين. 2. كلامك مظبوط، واتمنى ان تكون كده الصوره واضحه للناس كلها. بص بقى على العمود ده، العمود ده دلوقتي، وغالبا انت هترد عليا صح اكيد، يعني لو انا بشغله يقوم السبليتنج فورس هيبقى عدد الفروع كام؟ ده أربعة كده. بالظبط كده، برافو عليك، بس غالبا انت فهمت قصدي صح؟ اه تمام يا دكتور، طيب واصل. السؤال بتاع زميلنا ده سؤال جميل جدا، فهل كل واضح دلوقتي وصل له المعلومه وفهمه ايه يعني ايه باخد الاند فهمه ازاي؟ يعني هو موضوع متقدم شويه ولكن كان سؤال لطيف، فهل في اي حد لسه معترض او عنده سؤال؟ ماشي، هو ممكن تكون الناس مهتمه فهنعتبر ان خلاص اوكي، يعني نكمل الكلام ده. طب يا دكتور سؤال، قول. هو هل هيبقى واقعي مثلا في اللي هو ال 1100 في 400 اللي كان في الرسمة دي، ان انا اعمله اربع فروع، ان انا ماشي كانة في النص فرعين يعني بطول متر 10؟ ما هو ساعتها لو انت مزنوق، انا عشان كده كنت بقول لك ايه، لو انت محتاج فعلا، لو انت مش محتاج خلاص. طب حلو. طب بالنسبة للكنات التربيط اللي هي العمودية بقى، هتتعمل عادي؟ بتتعمل عادي، لازم يكون ده موجود. بس ده مش هيمنع مثلا صب خرسانة ولا حاجة يعني. لا لا لا، مش هيمنع صب خرسانه، بس الكنه كل ما تبقى طويله قوي كل ما تكون ضعيفه، فهنا انت لازم تعملها بقطر 10 على الاقل، وده غالبا هيبقى متحقق. لان انت اللي خلاك محتاجه فروع كتير ان الاستاتيك فورس عاليه قوي، فانت دخلت في قطر كبير اكيد يعني. فيعني زي ما بقول لك، ساعات بنقول في اي 8 هيكون ضعيف انك تعملها كانت طويله، بس انت اوريدي كده كده انت اكيد في فاي 10 فما فيش مشكله. تمام، شكرا لحضرتك. طيب كده نعتبر خلصنا الجزء الاول من المحاضره اللي هو الهنج، وهندخل على الجزء الثاني اللي هو الويند افكت. ممكن ناخد مثلا دقيقة كده دقيقتين بريك ونبتدي نشرح أو نفتح الويند افكت كده، عشان ده موضوع مختلف أو منفصل خالص. طيب تعالوا نكمل بقى الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الويند افكت. احنا هناخد معانا دلوقتي او نعرف ازاي نحسب الويند، بس حسابات سريعه مش هندخل في تفاصيلها، ولا ان احنا نعمل مثلا ديزاين اندر ويند ولا حاجه، هيبقى مجرد ان احنا بناخد فكره عنها ازاي بس تعرف تطبق الكود الاساسيه في حساب الويند. وهناخد الكلام ده الابلكيشن بتاعه بس على الاستراكشر اللي احنا بنشتغل عليها في الترم الثاني، يعني مش هناخده على بيلدينجز، مش هناخده على حاجات يعني جنرال، لا هناخده بس على سبيسيفيك كيسز بتاعه الترم التاني اللي احنا شغالين فيه. تعال نشوف ايه اللي الاوتلاينز اللي هنتكلم عليها النهارده. ده سريعا كده لما اجي بكلمك على
الارضم اللي احنا هنشتغل فيها في الترم الثاني، زي ما اقول لك السكوب بتاعنا في الترم الثاني هي مين؟ هي ارض اللي هي مساحات التخطيط الكبيره، اللي هي مسطح كبير وبحط دور واحد، يعني مش بيلدينجز، لا روف ستراكشر. ففي عندي اتجاهين رئيسيين لدراسه الويند فيهم، يا اما الاتجاه ده اللي بقولنا الويند ساعتها بتاثر على الاند جيبلز، المفروض ان انت عرفت يعني ايه اند جيبل من قبل كده طبعا. فلو الويند بتاثر عموديه على الاتجاه الصغير بتاع الارض بتاعتي، يبقى هي متشاله بالكامل على الاند جيبل. على فكره هو اي ويند لازم تتاخد في تدرس في الاتجاهين، ما فيش حاجه اسمها لو، انا بقول بس الكيس الاولانيه، ولكن هي لازم تدرس في كل الاحتمالات اللي هتيجي فيها. فاول احتمال ان الويند تاثر بتاعي عمود، الويند تاثر عموديه على الاتجاه الصغير بتاع الارض بتاعي، فبالتالي هنا الويند بتتشال بالكامل على الاند جيبلز بتاعتي. طيب الاحتمال الثاني ان الويند تيجي تاثر عموديه على الاتجاه الطويل بتاع الارض بتاعي، وساعتها الويند بتتشال على مين؟ بتتشال على المين سيستمز بتوعي المتكررين بقى، كل سبيسنج مش عارف كام وات ايفر، يعني المهم ان هنا الويند بتتشال على المين سيستم، هو اللي بيقاوم الويند. انا لازم بدرس الحالتين دول، لو الويند على الاند جيبل ايه اللي هيحصل، ولو الويند على السيستم ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه اسمها دي او دي، لازم الاحتمالين يدرسوا، الويند ملهاش اي اتجاه. هنشوف بقى لو الويند على الاند جيبل، اول كيس دي ان الويند بتاثر عموديه على الاتجاه القصير، فهي بتتشال على الاند جيبل. نركز مع بعض شويه، ادي شكل فريم من التو انجد فريمز اللي احنا اشتغلناهم في اول الترم عادي جدا، بس انت كنت بتعمل التو انجد فريم ده بس. دلوقتي هاجي اقول لك عند الايدج او الفريم الاولاني، وطبعا زيه الفريم الاخراني في الارض، هيبقى ده المنظر بتاعي، ان لازم بحط اند جيبل عمود كل مسافه معينه، والعمود ده طبعا بقى قعدته كل حاجه، وبحط برضه كاميرا انترميديت كده للتقسيم، وببني بين بقى المساحات اللي اتخلقت دي، ببني الحيطان الطوب بتاعتي بهذا المنظر، بحيث ان هو ده اللي بيشيل الويند لود بتاعي، حيطان الطوب دي، وبتنقلها للقمر اللي هو الانترميديت ده، وللاعمده الاند جيبلز، وفي نفس الوقت الفريم شغال معايا، وبالتالي كل السيستم ده على بعضه بيشيل الويند افكت او بيشيل الويند لود على الاتجاه ده كله، او على اول الارض دي كلها. ركز مع بعض ايه الحاجات اللي عايزين نبص عليها. ادي الاند جيبل كولوم، ودول هناخد المسافات بينهم من 4 الى 7 متر تقريبا، 7 متر رقم كبير شويه، ولكن ممكن نوصل له لو اتزنقنا يعني. المهم ان احنا بنقسم المسافات دي، او بنقسم السبان بتاع الفريم لعدد صحيح من المسافات، بحيث تكون المسافه الواحده في الرينج بتاعها من 4 الى 7 متر. ادي الانديكيبل كولوم، ودي انترميديت بيم علشان تقسم المساحه شويه، لان المساحه دي بتكون كبيره قوي انها تتبني حيطه واحده، واحنا عارفين الكلام ده من زمان، فبعمل الانترميديت بيم دي عشان اقسمها، وتبقى الدنيا مساحات شويه معقوله ومستريحه شويه. وادي الحيطان اللي بتتبني بين المساحات اللي اتخلقت ما بين الفريم وما بين الاند جيبل وما بين الانترميديت بيم، اتخلق لي مساحات للحيطه، وانا بحاول المساحات دي ما تكونش كبيره جدا علشان ما الحيطه بتاعتي ما تبقاش قلقان منها، قلقان من الاستابيليتي بتاعتها اندر ويند لود، فما بنزودش، ما بنحبش يعني نزود مساحتها عن اراوند 30 متر مربع. فعلشان كده بقول لك اختيار الاند جيبل المسافات بينهم مع اختيار وجود سكندري بيم دي او انترميديت بيم دي، اختيار الحاجات دي كلها بيكون علشان اخلق مساحات من الحيطان تكون اراوند 30 متر او ما تزيدش عن 30 متر مربع. الكلام ده غالبا انتم عارفينه يعني، في اي سؤال فيه لغايه دلوقتي؟ انتوا غالبا في السكاشن يتقال لكم على موضوع الاند جيبل دي وبتاخدها ازاي، بس احنا بنتاكد بقى على الكلام ده وبنشوف هنحسبه ازاي كمان شويه. طيب ناخد بالنا من حته مهمه عايزين نتكلم فيها، العلاقه دي، وهنتكلم فيها كمان شويه، العلاقه الفريمز، الفريم نفسه يعني بالاند جيبل من فوق وبالحيطه، ايه العلاقه دي؟ هنشوفها كمان شويه لما ندخل في الحسابات. طب تعالى ناخد ستراكشر تاني اللي هو البوليجون، لو برضو الويند بتاعتي بتاثر على الاند جيبلز او على السيستم بتاعي عموديه على الاتجاه القصير. ادي البوليجون اللي احنا رسمناه كتير قبل كده، او رسمناه قبل كده، ادي البوليجون بالاعمده بتاعته. ايه اللي حصل؟ برضه نفس الكلام، عملت اند جيبلز كل مسافات هي نفس المسافات، عملت انترميديت بيم عشان تقسم الحيطه، وهنا الجديد عملت كمان كاميرا في الاخر، وهنشوف دي ليه وايه فرق البوليجون عن ال 200 فريم. نفس المسافات اللي بنتكلم عليها بالظبط، اراوند 4 ل 7 متر، ده الاند جيبل، دي الانترميديت بيم، دي الحيطه اللي انا مش عايزها تزيد عن 30 متر، ولكن من هنا ناخد بالنا من اختلاف مهم جدا اللي هو دي. هنا العلاقه دي هنتكلم فيها كمان شويه، مهمه جدا وتفرق عن العلاقه اللي في الفريم. تعالى نتكلم دلوقتي، عملت ايه؟ فاصل فاصل صريح
صحيح بين العمود الخرسانه اللي انت بتقول الخرسانه وين خرسانه الفريم. ليه؟ لان انا عايز اصمم الاند جيبل ده انه يقاوم الويند فقط. لو انا ربطت الخرسانات دي ببعض دي ما بقتش فريم، بقت ايه دلوقتي؟ لو انا ربطت الخرسانات ببعض ده ما بقاش فريم، امال بقى ايه؟ ايوه في حد هيرد اهو، حد يرد، انا بسأل. الاند جيبل هتشتغل معاك كأعمدة للفريم يعني. صح، والفريم ده يبقى كونتينوس بيم بقى، مش كده؟ مظبوط. طيب دخلنا في ديزاين تاني بقى ودخلنا قلبنا الدنيا، وغالبا ما بنحبش نعمل كده لان غالبا الاند جيبل كولم ده انت عايز قطاعه يكون على قد مقاومه الويند، ولو انت شغلته معاك عشان يشيل معاك من الفريم كمان الدنيا وسعت منك او ممكن العمود ضرب منك، فعلشان كده غالبا ما بنحبش نشيله فيرتيكال لود. وفي حاله تانيه كمان تخليني محتاج ضروري ان انا ما اشيلوش فيرتيكال لود، لو انا عندي الارض بتاعتي مثلا الحته دي ارض فاضيه دلوقتي ولكن انا بخطط اشتغلها او اشتغل فيها مستقبلا واكمل الارض بتاعتي اوسعها وازودها، يعني انا بفكر مثلا عندي ارض جنبي سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي وانا عندي خطه ان انا اشتريها مستقبلا واكبر الفريم بتاعي واكبر الارض بتاعتي. معنى كده ان الفريم ده كمان شويه لما اشتري الارض بقى وربنا يفتح عليا اروح حادد الكلام ده كله ويبقى ده كانه شغال فريم زي بقيه الفريمات واكمل بقى بنا وشغل. طب لو انا جيت هنا اشتغلت الاعمده دي حطيتها انها عامله شغاله معايا وعملت دي كاميرا كونتينيوس وغيرتها في الديزاين، هل اقدر ساعتها اهد الحيطان والاعمده دي دلوقتي واعمل التوسع بتاعي؟ لا ما اقدرش اهد لان انا الاعمده دي دلوقتي لو هديتها الفريم ده يقع لان الفريم ده بقى متشال عليه. يبقى انا كده منعت التوسع المستقبلي، دي حاجه يعني. يعني مثلا لو انا متاكد 100% ان انا مش هقدر اتوسع مستقبليا، يعني مثلا عندي هنا نهر، عندي النيل هنا، فانا غصب عني ما عنديش ارض اشتريها عشان اتوسع، ممكن اعمل الحركه دي. لكن ان جنرال كده لو في احتماليات توسع مستقبلي عمري ما اخلي الاعمده دي تشتغل معايا ولا انها تشيل من الفريم والا ما اعرفش اكسرها بعد كده. فدايما بنعمل فاصل بين خرسانه العمود وبين خرسانه الفريم. ولكن ده ما يمنعش ان الحيطان دي ترمي على الفريم وترمي على العمود الاند جيبل العادي خالص ويشتغلوا مع بعض في مقاومه الفرص الافقيه. انما كفرص راسيه العمود ملوش علاقه بالفريم وبعمله اوطى، بعمل فاصل كده حوالي 2 3 سم او اكتر بحيث ان حتى الفريم لما يحصل له ديفليكشن ما يلمس العمود بس على الاند جيبل وما لهمش علاقه ببعض. يعني اندر فيرتيكال لود العمود الاند جيبل مش شغال مع الفريم اطلاقا. انما اندر ويند لود الاثنين شغالين مع بعض لان الوزن سوري اللود اللي من الحيطه دي لازم هيروح منه جزء للفريم وجزء للاند جيبل. وده عادي جدا لان الفريم بتاعي يقدر يشيل فورس اوت اوف بلين بتاعته وهتبقى فورس صغيره فهيشيلها ما فيش فيها اي مشكله. ولكن الكلام ده مش مقبول اطلاقا في البوليجون، بمعنى ركز الفرق اللي انا عايز اقوله. انا هنا ما عملتش كاميرا فوق. ما عملتش كاميرا فوق ليه؟ لان انا سبت الحيطه ترمي على الفريم. وده مقبول. سبت الحيطه ترمي اللود بتاعها، جزء من اللود بتاعها سبته ترميه على الفريم، وده مقبول ما فيش اي مشكله. فما احتجتش ان انا افصل هنا بكاميرا كمان عشان اشيل حمل الحيطه كله من الويند. ولكن البوليجون لو الكاميرا دي مش موجوده كانت هتبقى الحيطه دي ترمي جزء من اللود بتاعها على مين؟ حد يقول لي. على الطاي. هل ده مقبول؟ لا بالتاكيد لا، ده ممنوع تماما ان انا ارمي اي لود على الطاي. احنا لسه قاعدين ناكد في المحاضرتين اللي فاتوا ان الطاي دي انا قلقان منها وخايف عليها وقاعد ادلع فيها علشان ما يحصلهاش حاجه. الطاي دي لو حصل لها اي مشكله الاستراكشر بتاعي كله وقع، فانا بحسس عليها مش عايز المسها باي شيء، فانا مش عايز خالص اطلاقا الحيطان بتاعتي ترمي اي ويند لود حتى لو صغير على الطاي. رحت عامل ايه؟ رحت عامل كاميرا فوق خالص قبل البوليجون، جاست قبل البوليجون اعمل كاميرا فوق خالص بحيث ان ساعتها حمل الحيطه دي رايح على مين دلوقتي؟ رايح على الكاميرا دي والكاميرا دي والاند جيبلز. هل في اي حمل من الويند راح للبوليجون دلوقتي باي طريقه من الطرق؟ لا، هو ده المطلوب. فهو ده الغرض الاساسي اللي احنا عايزين ناكد عليه في الفرق بين البوليجون والفريم. وجود الكاميرا دي اساسيه في حاله البوليجون او الارش جيردر زيها، لان انا ممنوع اطلاقا انقل ويند لود للطاي. ولكن الكاميرا دي انا مش محتاجها في حاله الفريمز لان الفريم قوي جدا وممكن يشيل لود اوت اوف بلين بتاعه وعادي جدا ننقل له ويند لود من الحيطان، هيكون بسيط وهيستحمله ما فيش اي مشكله. واضحه؟ ماشي.
تعالى بقى نشوف الكود بيقول لك ايه. الكود بيقول لك لو انت عندك مبنى بهذا المنظر وده اليفيجن للمبنى، بيقول لك الجزء اللي الويند خبطت فيه بتاخد فيه فاكتور اسمه سي اي، فاكتور كده بتاع بريشر اسمه سي اي 0.8، والجزء اللي هيبقى في ظهر الويند يعني الويند بالمنظر ده، وهتطلع الويند تعدي تتفرغ من فوق المبنى وتكمل كده، فبقى في جزء كده او في ضلع في ظهر الويند ده بيبقى 0.5. لو انت رسمت البلان بتاع المنظر ده برضو الويند الجزء اللي خبطت فيه هتبقى 0.8 الفاكتور بتاعه، ولكن الجزء اللي في ظهر الويند لما تبتدي الويند تطلع بعيد عن المبنى بيبقى اسمه سكشن او حاجه بيكون 0.5، وبالتالي اقل بكتير من البريشر، من الكوفيشن بتاع البريشر. طيب الفاكتور ده اللي هو السي اي دي. المهم ان في حسابات كده في الويند، مش عايز ادخل يعني في تفاصيلها، ولكن ده من الكود. بضرب السي اي في الكي في الكيو، الكي ليها جداول في الكود، الكيو ليها معادله في الكود عشان تحسب الكلام ده كله. كل الكلام ده مش محتاجه منك، انا هديك البي اي دايركت، يعني انا هديك الحمل بتاع الويند دايركت. البي اي اللي هو حمل الرياح اللي بيأثر على المبنى بتاعك، يعني كأن انا هعمل لك الحسبه دي على جنب لو انا عايزها منك، يعني لو طلبتها منك في امتحان او حاجه. انا هعمل لك حسبه سي اي في كي في كيو وهدي لك البي اي على بعضها كام، ما تشغلش بالك بيها، انا هعمل لك المنظر اللي قدامك ده جاست فور ريفرنس عشان تبقى انت عارف جت منين. طيب فاحنا اتفقنا خلاص، الويند البي اي جيفن، البي اي اهي انا هتبقى جيفن عندك، ما تشغلش بالك بحسبتها خالص. يعني كل الحيطان بتاعتي دي عليها لود بي اي وانت عارفه، انا اديته لك بالرقم خلاص. في حاله الفريم زي ما انا شايف هعمل ايه؟ بعمل لود ديستريبيوشن للحيطان بالظبط زي اللي انت عملته تاني مدني في البلاطات الخرسانه. بس هنا بدل ما بعتبر ان الحته دي بلاطه خرسانه، هي نفس الحيطه الطوب المباني دي، بس هعمل لها نفس تقسيم اللود ديستريبيوشن بالظبط، بنفس التقسيمات بنفس الزوايا بنفس كل حاجه. فكأن الحيطه دي وزعت احمالها على مين؟ على هنا في الترابيزويدال راح على الانترميديت بيم، هنا في تراينجل راح على الاند جيبل، هنا تراينجل راح على الاند جيبل الثاني، هنا برضه الترابيزويدال راح على الفريم، وهنا نفس الكلام. الترابيزويدال اللي تحت هنا بيروح على السيميلا مثلا، مفيش فيها مشكله. يبقى لما تيجي دلوقتي تخرج الاحمال بتاعتك على الاند جيبل ده، لان هو ده المطلوب تصممه دلوقتي، تحسب عليه الاحمال، هتجيبها ازاي؟ اول حاجه هتاخد معاك الانترميديت بيم دي بره. الانترميديت بيم دي السيستم بتاعها بالمنظر اللي احنا راسمينه ده هي عباره عن كاميرا كونتينوس 3 سبانز. الانترميديت بيم دي سبورتد على الفريم، سبورتد الاند جيبل هنا، اند جيبل هنا، فريم في الاخر، فهي بهذا المنظر. طب عليها ايه الكاميرا الانترميديت بيم دي؟ عليها ترابيزويدال من فوق وترابيزويدال من تحت من الحيطه، يبقى عليها اثنين ترابيزويدال بهذا المنظر. اقدر جدا احسب لها الرياكشن بتاعها، سهل جدا من ايام ثانيه مدني اقدر احسب رياكشن الكاميرا دي. امبيريكال بعد ما جبت الرياكشن ده، هو رياكشن الكاميرا دي الهوريزونتال، الرياكشن الهوريزونتال اللي جنب الويند متسال على مين؟ متسال على الاند جيبل طبعا. يبقى الاند جيبل بتاعي اهو لازم هيكون عند القاعده بتاعتي فيكسد. في النص هيكون عندي رياكشن الكاميرا اللي انا حسبته من هنا، اجي اعكسه هنا في نص العمود. في عندي مثلثين في الجزء اللي تحت الرياكشن، وفي عندي مثلثين برضه في الجزء اللي فوق الرياكشن. في عندي مثلثين اهو تحت الرياكشن بتاعي بتاع الكاميرا، وفي مثلثين فوق الرياكشن. يبقى هي دي كل الاحمال اللي جايه على الاند جيبل بتاعي. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، هو اللي انا عامله هنا ده صح ولا غلط؟ ايه نوع السبورت او يعني نهايه العمود من فوق؟ انا عملتها ايه هنا؟ هو مش المفروض فري؟ اه المفروض فري. قول لي بس نركز مع بعض، الفري ده المفروض يكون فري الفيرتيكال ولا الاتجاه الهورزونتال؟ الفري اللي خارج للصفحه اوت اوف بلين. طيب انا لما قلت من شويه لما قعدنا نشرح على الفريم، قلنا ان انا مش عايز العمود يشيل اي حاجه من الفريم علشان اقدر بعد كده اكسره والفريم ما يقعش. فالكلام ده يعتبر في الفيرتيكال دايركت ولا في ايه؟ ولا في الهورزونتال دايركت؟ صوت حضرتك بيقطع. طيب انا لما قلت قبل كده هقول تاني، انا لما قلت قبل كده ان عايز افصل العمود ده عن الفريم، كنت عايز افصله عشان ما يشيلش منه اي ايه، اي فيرتيكال لود، والا يبقى الفريم ساعتها اعتمد على العمود ده وما اقدرش مثلا اكسره لاي توسع مستقبلي. ولكن انا هنا بقول لك ان اللود بتاع الويند ده اللي جاي على الحيطه دي منقول على الفريم،
يعني انا هنا بقول ضمنيا او موافق ضمنيا ان اندر ويند لود اللي هو لود في الاتجاه الافقي ان الفريم يشتغل معايا ويشيل عادي خالص. بما ان الفريم اشتغل معايا وشال ويند لود من الحيطه، طب ما اخليه يساعد العمود واربط بينه وبين العمود في الاتجاه الافقي فقط، وبالتالي اقدر ساعتها اقول ان العمود سبورتد لاترالي او افقيا في سبورت. اني عن طريق اني بعمل هنا ربط، بعمل هنا ديولز بين الاند جيبل وبين الفريم. الديولز دي معديه كده مربطه الفريم بالعمود، ولكن ما بتنقلش اي فيرتيكال لود. ليه؟ لان انا حاطط هواء بين الفريم والعمود. يعني الديول دي بالظبط شبه مين؟ شبه الديول بارز اللي احنا عملناها في الهنج، ولكن هنا ما فيش عندي هنج. ليه؟ لان لو حطيت هنج يبقى انا نقلت فيرتيكال لود بين الفريم وبين العمود. انا ما حطيتش هنا هنج، ما حطيتش بيرنج، مجرد اني حطيت بس اسياخ الرابطه. ليه الاسياخ الرابطه دي حطيتها؟ عشان تمنع لي الحركه الافقيه وتعمل لي الهنج اكشن ده. طب انا ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا جدا. لو انت هتحسب العمود ده انه كان تليفر بالارتفاع الكبير بتاعه وعليه الاحمال دي كلها، هيطلع لك العمود ده محتاج ابعاد كبيره، وهتلاقي الديزاين بتاعه تقيل، وغالبا هيعمل لك مشكله في الديزاين. انما لو انت عملت الهنج ده هتلاقي المومنت بتاع العمود ده اقل جدا، وبالتالي هتلاقي الديزاين بتاعه طلع خفيف وسهل، مفيش فيه اي مشكله. فبالتالي لتبسيط الديزاين وعشان الايكونومي، يعني بربط افقيا بس العمود الاند جيبل بالفريم افقيا فقط بدون وضع اي بيرنج بينهم. يبقى ساعتها اقدر احط سبورت هنا ان في الاتجاه الافقي ده بقى في هنا هنج. ممكن على فكره كنا ممكن نرسمها رولر، لان انا فعلا راسيا مش محتاج. انما المهم ان هنا في سبورت، يعني مش فري، وبالتالي ده مش عمود كانتليفر، لا ده هنا في سبورت، وبالتالي المومنت بتاعك هيكون في جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، والمومنت هيتقسم وهيطلع صغير. واضحه؟ تمام يا دكتور. في اي سؤال؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى بقى نشوف الحاله دي لو بوليجون، ايه اللي هيحصل؟ احنا لسه قايلين من شويه هتعمل لود ديستريبيوشن زي زمان، هتطلع تراكيزويد، هتطلع مثلثات، هنعمل نفس الكلام بالظبط. ولكن انا في عندي كاميرا فوق، الكاميرا اللي فوق دي لازم عندها رياكشن، صح؟ فالرياكشن ده هيجي لك في العمود من فوق. السؤال بقى، هل انا ينفع اربط العمود الاند جيبل ده باي حال من الاحوال؟ ينفع اربطه بالتاي بتاعت البوليجون حتى لو في الاتجاه الافقي بس؟ اكيد لا، لان احنا لسه قايلين من شويه السبب ان حطيت الكاميرا دي ان انا مش عايز اي حمل ويندي يتنقل من الحيطه للطاي، تبقى مشكله بالنسبه لي وانا قلقان جدا على الطاي. فالاولى يعني ما بقى ان انا حطيت الكاميرا دي ومنعت انقل اي حمل من الحيطه على الطاي، اني برضو امنع انقل اي لود من الاند جيبل للطاي. فوجود سبورت هنا باي شكل من الاشكال ممنوع منعا باتا. يعني لازم هنا انت مجبر غصب عنك ان الاند جيبل في حاله البوليجون او الارش يكون كانتليفر ويكون فري من فوق تماما. فهنا ظهر عليه رياكشن جديد ما كانش موجود بتاع الكاميرا اللي فوق اللي كانتش موجوده في الفريم اصلا، يبقى ظهر هنا رياكشن جديد بلس ما بقاش فيه هنا عندي سبورت، فالعمود ده بقى كانتليفر بالارتفاع الكبير بتاعه وبالاحمال الثقيله اللي عليه، يطلع زي ما يطلع. انا مجبر وما قداميش حل تاني، يطلع تقيل يطلع كبير زي ما يطلع، ما عنديش حل تاني. فهمنا الفرق؟ واضحه بالنسبه لكم ولا فيها مشكله؟ في حد طيب هنعتبر انه اوكي ونكمل برغم ان السكوت ده مقلق شويه، بس يعني ماشي. الصوت واصل ولا في مشكله؟ يعني هل انتوا معايا؟ تمام مع حضرتك. طيب مش نكمل. طيب كده احنا خلصنا، يعني كل اللي احنا عملناه ده كان ايه؟ كان تحت تاثير الويند لود لما بتاثر على الاند جيبل، كل ده كانت تحت التايتل بتاع الاند جيبلز. طيب تعالى بقى نغير التايتل ونقول لو انا هشتغل على المين سيستم، يعني هناخد الاتجاه دبليو ان الويند بتاثر على المين سيستم. طيب هشتغلها ازاي؟ زي ما بقول لك البي اي دي انا هبقى بديها لك، بس هنا البي اي دي كانت الوحدات بتاعتها ايه لو نفتكر؟ كيلو نيوتن بير متر سكوير. كيلو نيوتن بير متر سكوير ده الويند بريشر نفسه. طب هنا بقى بقول لك ايه؟ انا هديك البي اي اللي هي كيلو نيوتن بير متر سكوير. الفريم بتاعك سواء تو هنجد او تو فيكسد، اللي
2 سيان هيبقى عليهم لود جاي من الويند، لود افقي طبعا بارتفاع الفريم كله جاي من الويند، قيمته بتساوي ايه بقى دلوقتي؟ ما هو البي اي دي كيلو نيوتن بير متر سكوير، كل اللودز اللي بنحطها على الفريمز هل بتكون كيلو نيوتن متر سكوير؟ ها بتكون كيلو نيوتن بير ايه؟ بير متر ران. طيب يبقى عشان احول بير متر سكوير لمتر ران يبقى انا هضرب في بعد ما، مين البعد اللي هضرب فيه دلوقتي عشان احول اللود اليونيفورم اللي بتاع الويند احوله اللود متركز على فريم واحد، يبقى اضرب في بعد ما، مين البعد ده؟ عشان اقدر احسب اللود اللي جاي على فريم واحد يبقى هضرب الويند لود اليونيفورم اللي كيلو نيوتن بير متر سكوير هضربه في انهي بعد عشان اجيب اللود اللي على الفريم الواحد؟ في السبيسنج. في السبيسنج بالظبط. يبقى انا هبقى مديك البي اي، انت اللي هتعمله انك هتضرب في السبيسنج فقط، لما تضرب في السبيسنج يبقى انت جبت اليونيفورم لود اللي جاي لك على الفريم الواحد اللي شغال من سبيسنج لسبيسنج. احنا بنقول من زمان الفريم بتاعك شايل لود من سبيسنج لسبيسنج، من سنتر لاين سبيسنج اللي قبله سنتر لاين سبيسنج اللي بعده، يعني شايل سنتر لاين او شايل سبيسنج كامله. يبقى الويند لود بتاعك تضربه في سبيسنج كامله يديك اليونيفورم لود بتاع الويند اللي جاي على الفريم على كامل ارتفاع الفريم. طب ده نحتاجه ازاي في البينج مومنت دايجرام اللي هو شكله كده لو كنت هنج فريم وشكله كده لو كنت فيكس فريم؟ ازاي؟ طبعا الفريم انت ترمنت، فالمفروض ان انت تقعد تحل بقى باي طريقه من الطرق بقى، مومنت ديستريبيوشن، فيرتشوال ورك، وات ايفر. ده غير ان انت عندك هنا سوي، فلو هتعمل مومنت ديستريبيوشن هتلاقي الدنيا بقت لطيفه جدا، يعني تلاقي نفسك دخلت في قصه كبيره قوي. يبقى ايه الحل؟ هنعمل لك هنديك حل كده ابروكسيمت سريع نتائجه كويسه جدا وممتازه ومش عايز منك اكتر من كده، اللي هو ده. هنفترض في الانترميديت هنج هنا هنعمل واحده في النص تو هنج فريم. هو تو هنج فريم ده يعتبر كم مره انديترمنت؟ تو هنج فريم ده كم مره انديترمنت؟ مره. يبقى انا محتاج كم هنج عشان اعرف احله؟ محتاج واحده هنج واحد. طيب غالبا الهنج هختار مكانها انا بنفسي، ولكن هختاره انا عارف ان ده شكل بيندنج مومنت دياجرام المتوقع من الويند من اي هوريزونتال لوب كده، ده هيكون شكل بيندنج مومنت دياجرام المتوقع. لما اجي احط مكان الهنج امبيريكالي كده بحطها في مكان الزيرو مومنت، فبالتاكيد هي مكان الزيرو مومنت هيكون غالبا فين؟ في نص السبان بتاع الجردر. فهاجي كده عند نص الفريم واحط الانترميديت هنج واحل الفريم ده تحت تاثير اللود ده، يبقى انا طلعت كده البيندنج مومنت دياجرام اللي هو ابروكسيمت ولكن نتيجته ممتازه جدا بالمقارنه بالحقيقه ومقبوله جدا جدا. يبقى انا عشان اعرف احل عشان اعرف احل 200 فريم اندر يونيفورم لود هوريزونتال احط انترميديت هنج في نص الجردر بتاعت الفريم واحل الاستراكشر بتاعي، هتلاقي ان الدنيا اتحلت معاك وطلعت شكل يونيفورم الجرام ده. طيب بنفس الكونسبت وخليك انت اللي ترد عليا دلوقتي، التو فيكس فريم لو عايز اجيب له البيندنج مومنت دياجرام بتاعه التو فيكس فريم ده يعني 3 تايمز انديترمنت، يبقى انا محتاج له كام هنج؟ هنجين 3 تايمز انديترمنت ثلاثة يا دكتور ثلاثة. طيب بشكل البيندنج مومنت دياجرام اللي قدامك على التو فيكس فريم لو سمحت قول لي فين الثلاث اماكن اللي احط فيهم هنج؟ في نص الجردر وفي العمودين، واحدة عند كل عمود. في النص دي واضحة، واحط واحدة هنا وواحدة هنا زي ما انت قلت بالظبط. طب الواحدة هنا وواحدة هنا دي ارتفاعها كام تقريبا؟ بنقول لك امبيريكالي كده خدها تلت ارتفاع العمود حط الهنج. خلاص؟ يا جماعة بتقلقوني لو تسكتوا خالص كده، حد ياخدني على قد عقلي كده ويقول لي ماشي خلاص. تمام ماشي. أنت اللي خدتني خلاص على قد عقلي ماشي. طيب لو بوليجون وأرش جردر، إيه الفرق اللي هيحصل؟ الجزء ده هو بالظبط. اليونيفورم لود بتاعنا هيكون الدبليو بتاعت الويند، سوري البي اي يعني اللود بتاع الويند اللي أنا بديهولك، بس أنت برضه هتضرب في سبيسنج. البوليجون وأرش جردر او هنا بنتكلم على بوليجون، يعني لسه الارش جردر مش مفهومه ولكن هي نفس المعامله. البوليجون برضه شغال بسبيسنج، كل سبيسنج يعني شغال كل يعني البوليجون بيشيل من سبيسنج لسبيسنج، فهي نفس الفكره بالظبط. انك عشان تجيب اليونيفورم لود اللي جاي على البوليجون، البوليجون الواحد
بتضرب البي اي في السبيسنج. طيب سؤال بقى مهم جدا، هنحسبها ازاي على البوليجون ده؟ انا حتى البوليجون ده فصلت فصل صريح وعملت هنا ريال سبورت هنجد ورولر او العكس مش مهم، عشان افصل فصل صريح بين الجزء الروف بتاع البوليجون وبين الاعمده بتاعه البوليجون. عملت الكلام ده المره اللي فاتت. طب احسبها ازاي؟ لو فرضنا ان ارتفاع الجزء اللي هو اللي فوق بتاع البوليجون اتش سمول وارتفاع العمود، يبقى بعمل ايه؟ بقول ان انا بحط هنا على العمود بتاع البوليجون اليونيفورم لود اللي موجود عنده هو هو، ولكن في عندي هنا كونسنتريتد لود بمقدار مين؟ بمقدار تاثير الجزء اللي فوق كله. الجزء اللي فوق ده كل الويند اللي عليه ما تقدرش تشيل نفسها، لازم تنقلها للعمود. تنقلها للعمود ازاي؟ بمقدار دبليو ويند في اتش سمول. ادي الدبليو ويند اهي، هي اليونيفورم لود ده كله. لو ضربتها في اتش سمول يبقى انا كده جبت التاثير بتاع الجزء اللي فوق بس. اخد الجزء بتاع الجزء اللي فوق بس واروح مركزه عند نهايه العمود، واحط برده اليونيفورم لود بتاعتي، وساعتها العمود لازم في الاتجاه ده هيكون ايه بقى؟ هنجد ولا رولر؟ يعني هل العمود ده لما اجي ارسم له المومنت هيكون هنجد هنا؟ السبورت بتاعي هنجد ولا رولر؟ السؤال ده تريكي شويه. الاول هسالك سؤال، الويند لود اللي جاي على الارش على البوليجون كله، انا زمان لما عملت زمان في الاعمده اللي هم المحاضرتين يعني، لما عملت العمود ده والعمود ده، فاكرين السبورت اللي فوق حطيتها واحده هنج وواحده رولر صح؟ وقلنا ممكن بالعكس، ممكن اي واحده تبقى هنج واي واحده تبقى رولر، دي مش فارقه معايا خالص. السؤال بقى، الويند لود بالكامل هيتشال على العمود الهنج ولا العمود الرولر ولا نص ونص؟ الهنج يا دكتور. طيب سؤال اجابتك صح، هو الرياكشن ده عشان يتنقل من البوليجون اللي فوق للعمود لازم يكون في ايه موجود بين البوليجون والعمود عشان يشيل الرياكشن ده وينقله؟ لازم يكون في ايه؟ اللي هو الحديد اللي هو بيبقى. برافو، الدولز يعني صح؟ اه برافو. يبقى انا ما اقدرش انقل الرياكشن ده على العمود غير لو في دولز بين البوليجون وبين العمود. هل الدولز دي موجوده عند التو سبورتس ولا موجوده في ناحيه واحده بس اللي هي ناحيه الهنجد؟ لا ناحيه الهنجد بس. ناحيه الرولر مفيش اي اسياخ، مفيش اي دول بارز بين البوليجون وبين العمود، يبقى هل اي العمود هيحس باي ويند لود؟ لا. يبقى عند الرولر سبورت العمود اللي انا حاطه من فوق رولر، او يعني العمود اللي انا ما نفذتش فيه دول بارز من فوق، العمود ده مش هيحس بالويند اطلاقا، لان عنده البوليجون ممكن يلعب اصلا فوق العمود ده، ممكن يقعد يتحرك. بالتالي عمر ما العمود هيحس بالويند لود هنا، انما العمود هيحس بكل الويند لود عند النقطه او عند الناحيه اللي فيها الديول بارز اللي انت فرضت ان هي هنج. يبقى هنا العمود هيتنقل له كل الويند لود، عشان كده حطينا الدبليو ويند كلها والرياكشن بتاع الويند بتاع الجزء الفني كله وما قسمناهوش على العمودين، هيروح بالكامل على الناحيه اللي العمود فيها هنج. واضحه؟ العمود الناحيه الرولر حطيناه، العمود مش حاسس بحاجه خالص. في اي سؤال؟ لو البلاطه بتاعتي سوتوس، وللاسف دي السوتوس دي انت لسه هتاخدها فمش هتفهم انا بقول ايه دلوقتي، ولكن احنا يعني حاطينها لك فور ريفرنس عشان لازم تبقى عندك. فاحنا هنبتدي المحاضره الجايه ناخد البلاطات السوتوس، فلما تاخد البلاطه السوتوس في المحاضره الجايه هتفهم ايه اللي مرسوم قدامك ده. المهم ان هو بنفس طريقه البوليجون الى حد كبير، ولكن باختصار يعني انا هنا عندي كله كونكتد ببعض، فالفرق بين ده والبوليجون ايه؟ البوليجون كل الويند اكشن اتشالت على العمود الهنجد، كل الويند اكشن اتشالت على العمود الناحيه الهنجد، والناحيه الرولر زيرو ما حسيتش اي ويند. السوتوس اللي هتاخدها المحاضره الجايه الاثنين شغالين مع بعض، فبالتالي اتنقل جزء على العمود ده وجزء على العمود ده. هتعرف الكلام ده المره الجايه. هي تفضل معاك يعني، انت ممكن تفهم الشكل ده كله لما تاخد بس السوتوس المره الجايه، ولكن مش هيأثر معانا كتير. دي اخر حاجه كنا عايزين نقولها. هل في اي سؤال في الكلام اللي احنا قلناه في الويند دلوقتي؟ في اي سؤال يا جماعه؟ شكرا يا دكتور. حد عنده اي سؤال؟ اوكي، لو ما فيش يبقى احنا كده خلصنا المحاضره، وهنبتدي المره الجايه نخلص محاضرات السوتوس. دكتور انا عندي سؤال بس في الميد تيرم، هو هيحل في الميد تيرم اقول في الميد تيرم.
هو هيحدد السيستم؟ السؤال هيبقى جاي متحدد السيستم اللي انا هستخدمه ولا انا اللي اختار السيستم؟ عمرنا بنحدد لك السيستم. تمام. انت اللي بتحدد وانت اللي بتختار. واحنا اتفقنا ان مثلا المحاضره دي مش داخله يعني الويند لود ده مش هجيبه لك ولا ديزاين الهنج، انما كل اللي قبل كده يعني لغايه الارش جاردر خلاص ممكن اجيب لك لغايه السيستم يكون ارش جاردر. اوكي فريمز بقى بوليجون ارش جاردر كله ينفع يجي لك وانت اللي هتختار يكون ايه. شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ طيب يبقى احنا كده تمام والمحاضرة خلاص على كده ان شاء الله وشكرا جزيلا.